أولا أعتذر على التأخير وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وبرضو يعني عايز أصارحكم بحاجة. بحاول أدمج الكورس ده عشان أدي مرحلة معينة تبقى واقفة نقف فيها. الحياة مش قادر، المادة كبيرة، مش عارف أدمجه في يعني تبقى محطة نهائية في الكورس معين يعني. فعموما هنحاول على قد ما أقدر، لإما هيبقى في نستكمل لمحطة معينة أو يبقى كورس ممتد شوية يعني محاضراته أكتر شوية. انا بطول عليكم كل مرة، انتوا بتقولوا طويلة المحاضرة مش كده؟ عشان ألملم فمش ملاحق الحقيقة. فنمشي بالبركة. احنا المرة اللي فاتت وصلنا ان كان البابا تيموساوس 26 راح في المنفى، ورغم انه كان منفي لكن غير مقيد في الفكر. فكرة النفي بتاعت البابا تيموساوس او فترة النفي كانت فترة مثمرة، فلم يقيده النفي، ولكن كانت فترة مثمرة جدا انتج فيها كتير، وبقى رصيد فكري ولاهوتي وتاريخي لكنيستنا. ان البابا تيموساوس لاهوتي ومؤرخ في نفس الوقت لانه كان معاصر الاحداث، فلما هو بيسردها بنسمع له بقى هو كشاهد عيان، ودي قيمة ان هو اللي يحكي بنفسه ويقول. خدنا المرة اللي فاتت بعض الحاجات اللي كتبها في نقد وتفنيد مجمع خلق دنيا، ونستأنف النهاردة بعض كتاباته. وقبل ما أبدأ في السرد، المحاضرة بتاع النهاردة هتبقى محاضرة يعني مهمة شوية، لأن حاطينها تحت عنوان البابا تيموساوس وموقفه من الأوطاخية. موقفه منين؟ من الأوطاخية. لما اتنفى كتب وهو في المنفى ايه اللي حصل معاه. فالقديس البابا تيموساوس يكتب من منفاه عن ما أجاب به لرسول الإمبراطور الكونت روستيكوس أو روستيسوس، انتوا عارفين الأسماء كده بتبقى نطقها صعب. كان الإمبراطور بعت له رسول أو مندوب يسأله عن وجهة نظره في الإيمان الأرثوذكسي ورأيه في مجمع خلق دنيا. فبيحكي ما حدث، بيقول لأن سمو الكونت فلان سألني عن وجهة نظري بالنسبة للإيمان الأرثوذكسي، فأطلعته عليها معترفا بأني أحرم كل هرطقة، والذين يقولون أن جسد ربنا يأتي من السماء. طبعا هما بيذكرش أشخاص، في ناس بتقول كده لغاية دلوقتي ما تذكرش ان أوطاخي قال كده، ما عندناش مستندات كانت تقول كده، لكن هذا القول محروم ايا كان من اللي يقوله. بقى بيقولوا الذين يقولون ان جسد ربنا يأتي من السماء او انه هيئة او لم يكن فيه روح عاقلة. انني ابتعد ايضا عن خطاب لاون حاكم كنيسة الرومان
الذي أدخل انقسام في الواحد غير المنقسم، ربنا يسوع المسيح. لهذا السبب لا أنتمي أيضا لمجمع خلق دنيا. هنا بيعلن موقفه، أولا نفى ما ينسب إلينا بما يسمونه الأوطاخية، بعد ما كانوا بيقولوا الأبولينارية، الموضة الجديدة بقوا يقولوها إيه؟ الأوطاخية. وفي نفس الوقت أعلن حرمه لتوماس لاون، قال لهذا السبب لا أنتمي أيضا لمجمع خلق دنيا، لأني اعتمدت وأعمد بحسب إيمان أبائنا القديسين 318 المقتمعين في نيقيا، بهذا أعز وبهذا أؤمن دون أي زيادة أو نقصان، والذين يؤمنون هكذا هم في شركة معي، لأن الإيمان لم يصب بالشيخوخة ولا هو في حاجة لتجديده مع الوقت. لم أفترض هنا القول طبيعتين، فالله الذي أخذ جسدا من العذراء القديسة والدة الإله وصار إنسانا، إنني أعترف خاصة بالإيمان، بينما أستغرق في التأمل في سر التجسد غير المنقسم والثابت والمحيي في الواقع أنه من السيء، أن عقيدة كلها ارتقى تبقى باستمرار على ما هي، وأن عقيدة المسيحيين الأرثوذكس تتغير مع الوقت، لأن الألوف خلق دنيا ده تجديد. سوف يشكل نوعا من السخرية لغير المؤمنين إذن في الأزمنة الأخيرة للعالم، ونحن ننتظر مجيء المسيح مخلصنا من السماء بطريقة مخيفة للمرة الثانية. نكون منقسمين بخصوص الاعتراف بالتبشير به. ماذا يفعل إذن الذين منذ مجيء المسيح عمدوا بحسب قانون الإيمان؟ إذا كان بيتغير، طب اللي تعمدوا على الإيمان القديم ده يبقى شكلهم إيه؟ من جهتي بحسب الكتاب الموحى به من الله سوف أعيش في المسيح بنفس الإيمان الذي تسلمته بواسطة الروح القدس منذ الأزمنة الأولى، وسوف يكون لي الشرف أن أموت وأنا محتفظ باعتراف إيمان الآباء القديسين الذين ذكروا دون تغيير ما كما تسلمته. وهذا هو محتواه، اللي هو قانون الإيمان. بالحقيقة نؤمن الإيمان النقاوي اللي كل واحد مسيحي في كنيستنا حفظه صم. وبعد ما انتهى من سرده قال: هذا هو إيماني، باعترافي بهذا الإيمان أطلب أن أموت وأن أقوم أمام القضاء المخيف لمخلصنا المسيح في يوم الدينونة العادل، عندما يجيء في مجده لكي يدين الأحياء والأموات، له كل المجد إلى ظهر الظهور، آمين. عندما أعطيت كتابة أنا تيموساوس هذا الإيمان والمعلم من الله إلى صاحب السمو الكنت فلان بأمر الإمبراطور الرحوم لاون، الذي سألني عن رأيي بالنسبة للإيمان الأرثوذكسي، فأخبرته أنني ألعن كل هرطقة وكذلك أيضا مجمع خلق دنيا الذي أنقر كتابة ربنا يسوع المسيح بتعاليمه الوقحة للطبيعتين. وبعدما علم الإمبراطور باعترافي بالإيمان الأرثوذكسي، فالذين أنقروا سيدنا دفعوه أن يحكم ضدي بالنفي. طبعا اتكلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت، لما لاون وأناطوليوس وكل المستفيدين من قرارات مجمع خلق دنيا يرفضوا طبعا نقضوا، وإلا يخسروا الاستفادة اللي استفادوها منه، المكاسب والمغانم الزمنية
فدفعوه أن يحكم ضدي بالنفي. أنا الذي كنت أعلم بنعمة الله الإيمان الأرثوذكسي، بينما كل هرطقة كانت في مأمن بوجه عام في كل الأرض مع معلميها الذين هم أضداد المسيح، كما قال عنهم يوحنا تلميذ الرب، حيث أن في نفس تلك المدينة الإمبراطورية كانت توجد هرطقات كثيرة تعيش في مأمن دون أن يوبخها أحد في شيء، وكانوا يحرزون تقدما في الشر مع الذين يقولون طبيعتين مضلين ومضلين في الأيام الأخيرة. هؤلاء فقط الذين يعترفون بالإيمان في التقوى الأرثوذكس كانوا مضطهدين من الملحدين الذين كانوا يقولون طبيعتين في الإسكندرية وكل مصر وليبيا وفلسطين، لأنهم كانوا يريدون أن يعيشوا في مخافة المسيح. عندما أعلنوا ضدي هذا الحكم سلمت لأيدي أعدائي وأعداء المسيح الذين أنكروا كتابة لكي أحرس منهم كما يحسن لهم، رغم أنه منذ بداية قانون الرومان وقانون الله لم يكن قد نص على ذلك في الواقع. لم يكن عند الرومان القانون العرفي كما يقول الكتاب أن يدينوا إنسانا قبل أن يحضر المشتكون أمام المتهم، ده مش قانون الكتاب المقدس. حتى القانون الوضعي اللي كان وضعينه الرومان وبيفتخروا بالعدالة الرومانية إن مفيش حكم يصدر على حد قبل ما يكون حاضر ويواجه ويبقى قدامه فرصة للدفاع عن نفسه، فبيقول أن يدينوا إنسانا قبل أن يحضر المشتكون أمام المتهم، والمتهم كان له الحق أن يجيب على كل اتهام. بيكمل القديس تيموثاوس، هو اللي بيحكي، هو اللي إيه، هو اللي بيحكي، وده قيمة النص اللي قدامنا. عندما اقتادني أعضاء الله فرضوا علي كل ما يثير غضب المسيح الذي أنكروه والذي سيأتي بالعدل ليدين الأحياء والأموات أمام القضاء المخيف لكي يعطي كل واحد حسب أعماله. ولكن من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ولا حتى الموت، لأن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأنهم عملوا وفرضوا كل هذه الأشياء عندما كانوا يتعقبون خراف المسيح ويخطفونها. استخدموا أيضا ضدنا السلطة المدنية وكانوا يريدون قتلنا لكي ما يستولوا على الكنائس دون أن يكون هناك شخص يوبخ خيانتهم التي كانت مكتوبة، يعني مثبتة، والتي يظهرون فيها أنهم ابتعدوا عن الإيمان الرديء والمغزي لنستوريوس. يتظاهروا أنهم ضد إيه؟ نستور. تعرفوا أن الحكاية دي من أخطر ما يمكن لدلوقتي. أحيانا في ناس عايزة تدرس النستورية والرد عليها، فيبحثوا يعملوا سيرش كده، فياخدوا الرد على النصرية من مين؟ من الخلقدونيين. ففيما هم بيردوا على النصرية بيرسخوا فكرهم هم، لأنه بيردوا من منظرهم، واللي بيبحث يفتكر ده بيقاوم النصرية، بيقولوا ضد نستور. ودي من أخطر الأمور، إن ناخد الرد على النصرية مش من عندنا، من عند الخلق الدنيين نفسهم،
لأن هم يتظاهرون فيها أنهم ابتعدوا عن الإيمان الرديء والمخزي لنصريوس، أي عن هؤلاء الذين يقولون طبيعتين واستطاعوا أن يصنعوا بسلطانهم ما يريدون دون أن يجيبهم أحد، لأنه بيظهروا أن نصور قال أن العذراء مش والدة الإله، وأنه قلب اتحاد أشخاص شخصين، لكن الطبعتين دي كأني حاجة سليمة مش نصورية. أما عنا فنحن نغبط أنفسنا بأننا نضطهد من أجل المسيح الذي أوصانا أن نضطهد من أجله وأن نصر. أما الآخرون فسوف يكونوا في حزن وسيبكون. هؤلاء الذين خالفوا وصايا الرب وأطاعوا إرادة الشيطان الذي علمهم وحثهم على اضطهادنا وقتلنا، واعتقدوا أنهم يقدمون خدمة لله حسب قول ربنا، إننا نسألهم إلى أي من توقيعاتكم يجب أن نثق بها، لأن هم وقعوا مرتين، مرة في مجمع أفسس ضد اللي بيقولوا طبيعتين، ومرة في مجمع خلقدونية ضد اللي بيقولوا إيه بطبيعة واحدة، للتي هي لمجمع أفسس الثاني الذي فيه حرمتم وطردتم مثل نستوريوس الذين يتجرؤون على القول طبيعتين في مسيح واحد، والذين لا يعترفون بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. ده عملوه فين؟ في مجمع أفسس، حرموا نستور واللي بيقولوا بطبيعتين واللي ما يقولش بطبيعة واحدة، أو للتي هي لمجمع خلق دنيا الذي فيه حرمتم أنفسكم كتابة بالقول، حرمان للذي لا يعلن طبيعتين في المسيح بعد الاتحاد ولكن يعترف بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، لأنهم هدموا ما قد أشادوا به، إنهم كشفوا عن أنفسهم كتابة، كما أنهم خلوا بالأمانة، لأنهم هم ذاتهم الذين وعظوا لنا بأشياء مخالفة عن التي هم أنفسهم وعظوا بها والتي قبلناها منذ البداية من الرسل القديسين والمعلمين المطوبين للكنائس المقدسة. سوف يكونون محرومين حسب رأي القديس بولس الرسول، أي من فم ربنا يسوع الذي يتكلم فيه والذي سوف ينكرهم أمام أبيه وأمام ملائكة القديسين عندما يجلس ربنا على عرش مجده لكي يدين العالم بالعدل، به ومعه المجد لله الآب ومع الروح القدس المحي إلى أبد الدهور آمين. دي كانت رواية البابا تيموساوس بنفسه عن اللي حدث، وفيه إدانة وحرم للقول بطبعتين، وأيضا حرم للي ينكروا تجسد وتأنس الله الكلمة اللي هو ما ينسب لأطاخ. في فترة المنفى قلت لكم البابا تيموساوس مسكتش، ما كانش قاعد ساكت، لا كان بيستثمر كل وقت لخدمة ربنا، وربما كان الفرصة دي متاحة أكتر بسبب ما يتمتع به شعب مصر وشعب الإسكندرية. من التميز المالي والعلمي والتجاري، فكانت الأساطيل البحرية المصرية تجوب كل مكان في البحر الأبيض المتوسط، فكان في فرصة كبيرة أن يلتقي بأولاده
أو يتبادل الرسائل من خلال البحارة والسفن. فعمل تفنيد آخر بأكثر تحديدا لتحديدات إيمان مجمع خلقدونية وطوموس لاون، جاب بعض الفقرات وفندها وعلق عليها. فمن القديس تيموساوس بابا الإسكندرية نقد وتفنيد للتعريف الذي أعطي في مجمع خلق دنيا، حتى يعرف الكل أن مجمع خلق دنيا لم يطلب إلا أن يسمح وأن يعلم في كل كنائس الله عقائد نسطوريوس النجسة، لأن التعريف الإيماني لمجمع خلق دنيا يستند على 1. مصحصحين ولا لا؟ لا، في ناس مش مصحصح تعمل كده لكن مش مصحصح. فيقول إن المجمع المقدس والمسكون الذي انعقد، ده كلام خلق دنيا يعني، مش هو اللي بيقوله يعني، أن المجمع المقدس والمسكون الذي انعقد بنعمة الله وبقرار من الأباطرة المخلصين الذين يحبون المسيح مرقيان وبلنتيان في خلق دنيا مدينة إبرشيد بسينية، عرف الآتي. عرف إيه بقى؟ أن ربنا ومخلصنا المسيح عندما أكد لتلاميذه علم الإيمان قال: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، حتى لا ينقسم أحد على زميله بخصوص الإيمان والحق، ولكن لكي يظهر الذين ظهروا أيضا التبشير بالحق. يعني أول حاجة نادى بها تعريف الإيمان استشهاده بقول السيد المسيح: سلامي أترك لكم، سلامي أنا إيه؟ أعطيكم. فيعلق القديس موساوس يقول إيه؟ إن الآباء المطوبين الذين سبقوكم، الذين كانوا بحق قديسين، الذين اجتمعوا من أجل المسيح بنعمة الله، والذين كانوا بحق رعاة خرفاد المسيح، أعطوا سلام المسيح إلى الكنائس عندما تعقبوا الهرطقات. هؤلاء الذين كانوا حقا رسل المسيح، لأنه معروف من جميع الناس أنه ليس إيمان ربنا الذي كنتم تريدون أن تثبتوا، ولكنكم طردتم من الكنائس ذاك الذي يعطي السلام. ففي الواقع منذ أن اجتمعتم ذهب السلام بعيدا، لأنه انقسم كل الناس على بعضهم لتعليم الإيمان، وامتلأت كل الأرض باللعنات. ندف خلق دنيا بالسلام، لكن للأسف منذ خلق دنيا وهرب السلام من كل مكان، بل هو هنا يقول صاحب السلام نفسه. في مرجع بتاع شخص بروستانتي اسمه حنا الخضري، زي ما قلت لكم احنا بنحاول نجيب مراجع من الجميع، لان قلنا الموضوع بتاعنا بين الارثوذكس والخلقدونيين. الخلقدونيين دول انواع، في بيزنطيين، في كاثوليك، في بروتستانت. فبيقول إيه؟ فلم يكن الاضطراب وعدم السلام الناتج عن خلق دنيا في مصر فقط. ده مين اللي بيقول كده؟ المؤلف البروتستانتي. في مصر فقط وفلسطين كما ذكرنا سابقا، لكن في كل مكان. فقد تكونت بعض الجماعات التي رفضت قرارات مجمع خلق دنيا وتعليمه في بعض المدن الأنطاكية وحتى في القسطنطينية نفسها، وهي معاقل الخلقدونية، وقد أدى ذلك إلى بعض الاحتكاكات العنيفة، مما أدى إلى الصراعات في الشعب عامة وبين الأساقفة ورؤساء الأساقفة في كنائس الشرق.
ادي اول حاجة ندى بيها خلق دنيا، القول بالايه؟ بالسلام. وكانت نتيجته انعدام السلام. في تحديد مجمع خلق دنيا كتبوا يقولوا ايه في تحديد ايمان مجمع خلق دنيا؟ يقول لان العدو لم يسكت، كان الزوان ينمو مع بزار الحق، وكان يجد باستمرار شيء جديد ضد الحقيقة. ولذلك وكالمعتاد عندما انشغل ربنا بالجنس البشري أصار حماس الإمبراطور التقي والمخلص، وجمع حوله من كل مكان رؤساء الكهنة. يعني بيقولوا الدنيا كانت متبهدلة وبقى فيها زوان، فربنا بقى مشغول بالجنس البشري فأصار حماس الإمبراطور التقي المخلص اللي هو مين؟ مرقيان. يعني معنى كده للغيره ما كانوش ايه. فالبابا تيموساوس يقول انهم يلمحوا هنا بطريقة ملتوية ان الامبراطور الطوباوي سيئودوسيوس لم تكن له الهوية الارثوذكسية، ولم يكن لديه حماس التقوى والايمان، ولكن إذا كان الأباطرة المطوبين الذين سبقوا مرقيان لم يكونوا مخلصين ومتحمسين للإيمان، إذن فبدون سبب رفض نستوريوس، وكذلك كل الذين يشتركون في آرائه. ومن الأشياء التي كانوا يعلمونها يمكن أن نعرف أنهم بالحقيقة لم يشتركوا في إيمان الآباء القديسين والأباطرة الأرثوذكس. إذا كان ده هو اللي عمل كده، يبقى اللي قبله بقى يعني اللي اتعمل أيام نستوريوس ده يعني كان بدون سبب. نقطة تاني يجيبها في تحديد مجمع خلق دنيا، يقول بعمل نعمة ربنا لنا سوف نبعد عن خراف المسيح أي أذى ناتج عن الكذب، وسوف نجعلهم يرعوا ويسمنوا في مراعي الحق. إننا نفعله بتعقبنا للتعليم الخاطئ بإدانة جماعية. يعني عايزين يبعدوا عن خراف المسيح أي أذى منين؟ من الكذب. ففي التفنيد بقى بتاعه يقول وهكذا منذ ذلك الوقت حتى الآن، والكذب وليس الإيمان هو الذي يسود على الأرض. وكان يوجد جوع شديد لسماع كلمة الله، واشتعلت حروب مستمرة منكم ضد خراف المسيح لأنها لم ترد أن تتعامل بالزيادة أو النقصان ما يغاير تعليم الآباء القديسين. أما عن هرطقة الهوائيين، ليس فقط لم تتعقبوها ولكن أكثرتم منها، وكنتم سبب انشقاق واضطرابات للكنائس في كل مكان. إن سكتنا نحن فالحجارة تصرخ، وزي الكتاب بيقول كل شجرة تعرف من ثمارها، من ثمارهم تعرفونهم. تقولون سلام 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 لأنكم لا تعرفون السلام. هنا بيتكلم نقطة، خلي بالكو دي هنقف عندها شوية. قالوا بيبعدوا عن خراف المسيح الأذى الناتج عن الكذب، وأصبحوا كل حياتهم كذب وإدعاء، لأن لدرجة بسبب كذبهم وادعائهم انتشرت هرطقات كثيرة. ليه؟ يجوا يدعوا على البابا كيرلس زي ما ادعوا عليه قبل كده، إنه بيقول بالطبيعة الواحدة
يعني تلاشى الناسوت، ما دي اللي يقصد بيه الهوائيين. في ناس بسطة ما يقدروش يحسبوا يتعقلوا الأمور، لكن يثقوا في أشخاص آخرين، فعندهم البابا كرولوس زوت هو المرجع. البابا كرولوس قال كده، خلاص يبقى احنا نقول ايه كده. نفس الشيء على أطاخي. أطاخي ما كانش معلم ولا له كتابات ولا عظات ولا أقوال، لكن الناس اللي عاشروه وعارفينه يقول لك ده راجل طيب وقديس وبتاع ربنا ومشهور بالتقوى، فقعدوا ينسبوا عليه انه أطاخي قال ان الناسوت تلاشى والمسيح ما خدش جسد حقيقي من طبيعتنا وكده. فالناس ما بتفهمش تميز، فطالما أطاخي قال كده خلاص يبقى احنا ايه. فخلوا في بدع تنتشر وناس تتبنى ما يكذبوا به ويدعونه على الآخرين، فبدل ما يقاوموا الهرطقات فكانوا سبب في انتشار هذه الهرطقات. خلي بالكو، هديكوا أمثلة من البابا تيموساوس حصلت معاه. هجيب لكم ما قاله زكريا الفصيح بيحكي عن الأطاخيين، الناس اللي بقوا مش قالوا أطاخي بيقول كده، فتبنوا فكر أطاخي، وإن البابا ديسقورس بيقول كده يبقى احنا زيه، وإن البابا تيموساوس بيقول كده فاحنا هنبقى زيه. فعندهم دلوقتي الادعاءات عمالة تقول إن البابا ديسقورس بيقول كده وأيد فكر أطاخي، وإن أطاخي أصلا قال كده، والبابا تيموساوس برضه هو نفس الايه الشيء. فحصل في ناس بدأوا ينشروا الفكر دوت سواء بحسن نية أو بسوء قصد، فكتب رسالة بخصوصهم. ده مين اللي كتبها؟ البابا تيموساوس. بيقول فإن شؤون الكنيسة في المدينة الملكية كانت بالحالة التي وصفت سابقا. ده هنا اللي بيحكي الأول زكريا الفصيح. ولكن تيموساوس عندما كان في المنفى لم يكتب فقط ضد النصاطرة، ولكن أيضا ضد الأطاخيين، ويظهر هذا من رسائله إلى الإسكندرية وفلسطين في تفنيد آراء الفريق الأطاخي الذي لا يعترف بالمسيح بأنه من نفس الطبيعة معنا في الجسد، بالإضافة إلى كونه من نفس الطبيعة مع الآب في اللاهوت. وحدث أن الأطاخيين إشعياء أسقف هرموبوليس وسوفيلوس قس الإسكندرية كان مقيمين في المدينة الملكية، راحوا القسطنطينية كمان برغبة طمع في صنع المال، وأشاع بأن تيموساوس له نفس طريقة تفكيرهم. وعندما سمع بذلك كتب رسالة تناول فيها كلا العقيدتين الأطاخية والنسطورية، وأرسلها إلى القسطنطينية موقعة بإمضائه. وكانت فضائله التي كانت موضع حفاوة قد تعامل معها هذان الرجلان بإزدراء كبير، لأن هو له سيرة حلوة وزائع الشهرة، فالناس لما تسمع انه بيقول كده ببساطة ممكن ايه يقولوا هما كمان بالكذب. ما هو بيتكلم على ايه؟ الكذب والادعاء.
وهو نفسه قد تعرض للخطر لأنه دعا أتباع أشعياء بالخادعين، ومن ثم أرسل ثانية رسالة أخرى بخصوصهم مؤكدا الرسالة السابقة بقائمة اقتباسات من الآباء، وكانت على النحو التالي. لما مش هم بينادوا كده وبس، ده بيدعوا ان هو البابا كيموساوس ده فكره وده ايمانه زي الخلقدنين ما بيقولوا، لان ابائنا رغم موقفهم المعلن لكن يتهموا بالكذب والادعاء الكاذب بما لم يقولوه، فإذا بيكونوا سبب فعصر للناس وانتشار الهرطقات بهذه الطريقة. فالبابا تيموساوس كتب بيقول: لكي يحررنا ربنا يسوع المسيح ويطلقنا أحرارا من سلطان الشيطان ويؤهلنا للبركات السمائية، فقد وضع لنا من خلال الآباء القديسين ناموسا لتلك الأشياء التي يصر بها، وأعطى وصية حتى لا يزدري أحد برحمة الله معتقدا بأنه يكرم الله أو يكرم الله برفضه قبول التدبير الإلهي للتواضع، حيث وضع نفسه لأجل خلاصنا. يعني يستقطروا على الله التجسد، فكرة التجسد يعني. هذه الأشياء كتبتها لأنني سمعت أن بعض الأشخاص ميالين للجدال وغير مطيعين لناموس الله الذي حدده وعلمه بواسطة القديسين، والذي يعلن أن ربنا بتجسده كان له نفس الطبيعة معنا في الجسد الذي أخذه منا، وهو أيضا سيرفضهم إذا لم يتمسكوا بهذه الحقيقة. وبناء على ذلك فلا يفكر أحد أنه يكرم الله بأن يزدري برحمته برفضه أن يطيع عقيدة الآباء القديسين الذين أعلنوا أن ربنا يسوع المسيح من نفس الطبيعة معنا في الجسد بكونه متجسدا بجسده، فهو طبيعة واحدة. لأنني سمعت أيضا الرسول القديس يعلم قائلا: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو كذلك أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كان جميعهم كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك بأخذ الطبيعة من الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم، من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر عن خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. هذه العبارة يشبهنا في كل شيء تعلم كل الذين يرغبون في نوال البركات السماوية وأن يخلصوا بأنهم يجب أن يعترفوا بتجسد ربنا يسوع المسيح من مريم العذراء القديسة ووالدة الإله، وأنه من نفس الطبيعة معها ومعنا في الجسد، وأيضا من نفس الطبيعة مع الآب في لاهوته. لقد حرم الآباء ونحن أيضا اقتداء بهم متوفقين معهم، نحرم كل من لا يتمسك بعقيدتهم، ولكننا علاوة على ذلك قد أضفنا في رسالتنا القائمة التالية من شهاداتهم تأكيدا على صحة هذه العقيدة. جاب شهادات كثيرة تعتبر كنز برضو من أقوال الآباء المعلمين، بس أنا اختزالا للوقت والكده ما جبتهاش طبعا، لكن احنا بنعرض للفكرة نفسها. فهم بادعاءاتهم انه بيحاربوا الكذب هم كانوا بيكذبوا، وكانوا سبب في انتشار البدع والهرطقات، لان نسبوها للقديسين ونسبوها للاباء المعلمين اللي هم موضع ثقة
وذو شهرة وصيت حسن عند الناس. فبدأوا الناس يعتنقوا هذه العقائد أو الهرطقات معتقدين إنها دي تعليم الآباء المعلمين القديسين. نمرة 4 من نقط اللي هي انتقدها أو فندها في تعريف وتحديد إيمان مجمع خلق دنيا، إن قالوا إننا نجدد إذن إيمان أبائنا الذي ليس فيه عيب. اتقال كده صراحة إننا نجدد إيمان أبائنا. فشوفوا رد القديس تيموثاوس يقول إيه: إذا كان إيمان القديسين يذبل بفعل الوقت والشيخوخة فيكون هناك مجالا لتجديده وتغييره باستمرار، ولكن إذا لم يذبل فليس هناك مجالا لتجديده في وقت لاحق، لأنه وضع على أساس لا يتزعزع، أي على المسيح، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. كيف يجددون ما هو دائم ولا يحتمل ظل تغيير؟ إنكم تعلمون من هنا إن كنتم تريدون تجديد أو ابتداع زيادة أو نقصان بواسطة تعليمكم وليس بحسب المسيح. دي كلمة التجديد ديت، ده السماء والأرض تزلان وحرف واحد من كلامي لا يزول. هيجددوا إيه؟ الإيمان المسلم مرة من القديسين. فإذا التجديد ده اللي يقصده بيه الإيه؟ الابتداع، زيادة ونقصان من تعليمهم وليس حسب الإيه؟ المسيح. نقطة تاني رقم 5 يقول إننا نكرز لكل واحد إيمان 318. ده التحديد إيمان خلق دنيا بيقول كده، إيمان 318، ونعلم لأجل أبائنا الذين قبلوا هذا التعريف للإيمان، والمئة والخمسين الذين اجتمعوا فيما بعد في مدينة القسطنطينية العظمى، هم أيضا عرفوا نفس الإيمان. إننا نحمل إذن القرارات ونراقب كل تعريفات إيمان المجمع المقدس الذي حدث أولا في أفسس، وكان فيه رؤساء أو أناس جديرة بالذكرى مثل القديس كليستين من روما وكيرولوس الإسكندري، لنعمل أولا على إظهار وتوضيح تعريف الإيمان الأرثوذكسي الذي هو بدون شائبة إيمان الآباء القديسين 318 الذي اجتمعوا في نقيا في أيام قسطنطين الطقي الجدير بالذكرى. سوف نتناول أيضا تعريفات الآباء القديسين 150 الذين اجتمعوا في القسطنطينية لكي يبددوا البدع التي ارتفعت أنذاك ولكي يؤكدوا إيماننا الرسولي الجامعي. بعد تلاوة قانون الإيمان 318 و150 قالوا هكذا: هذا القانون من النعمة الحكيمة والمحيية يكفي بالطبع للمعرفة الكاملة ولتثبيت التقوى. إن اللي قالوه في النقية والقسطنطينية إيه؟ يكفي. فيعلق البابا تيموثاوس يقول إيه؟ هؤلاء الذين اعترفوا بأنهم تناولوا ما أقروا به في أفسس عند عزل نصريوس، كيف استطاعوا أن يصدروا مرسوما بأن لا يبحث أي شخص عن أي إضافة ولا يعز ولا يعلم بخلاف الإيمان 318؟ كيف يتجسرون بتعليم العقائد التي وردت في تعريف الإيمان؟ لأن في مجمع أفسس أصدر قرار وقانون يحرم أي إضافة أو تجديد، فكيف يتجسرون بتعليم العقائد التي وردت في تعريف الإيمان؟ لأنه إن إذا كان إيمان الآباء القديسين يكفي كما أقروا به للتعليم الأرثوذكسي، فما الحاجة لإدخال طبيعتين في المسيح ووضعها في تعريف الإيمان، بينما حرم الآباء القديسين في أفسس
الذين يتجرؤون على هذا الفعل. يعني يقولوا الحاجة وينقضوها فيقعوا تحت الحرب. النقد رقم كام؟ 6. يقول إنهم يعلمون على الوجه الأكمل بخصوص الآب والابن والروح القدس، ويعرضون تجسد ربنا إلى الذين يقبلونه بإيمان، ولكن بسبب الذين يتجاسروا على هدم التبشير بالحقيقة بواسطة هرطقاتهم، والذين أوجدوا عبارات جديدة، بينما البعض تجاسر على إفساد سر خلاص ربنا لنا ورفضوا القول العذراء والدة الإله. هنا في مجمع خلق ضدنا بيلمحوا على مين يعني؟ لا، نسطور قال يعني هم بيرفضوا ايه؟ انه قال ما ولدش ولد الله. شوفوا القديس البابا تيموساوس مش يقول بس انه بنسطور ادين عشان كده، البابا كيرلس نفسه قال انه بنسطور لم يدن فقط لانه قال ايه؟ لان نسطور نفسه قال ممكن تتقال بعد كده، لكن هم بيختزلوا نسطور في كده. لكن هنا في التفنيد بيقول بما أن بولس الطباوة قال رب واحد وإيمان واحد معمودية واحدة، فعن أي رب إذن يعلن التجسد بخلاف ذاك الذي هو من فوق ودعي ابن الآب؟ علاوة أن على أن الثالوث الأقدس والمساواة في الجوهر، فأي رب تذكروه لنا؟ إنكم تستخدمون الآن أيضا الكلمة الوحيدة والتسمية والدة الإله لكي تضلوا كثيرين ليس بالحق، لأنكم بعدما ذكرتم هنا مريم والدة الإله لم تذكروها بعد في أي مكان آخر. والدة الإله يعني جابوها كده، لكن ما فيش أي استخدام لكلمة والدة الإله جه في تعريفاتهم بعد كده خالص. رقم كام؟ 7. ففي خلق دنيا بيقول آخرون أدخلوا امتزاج وخلط، واعتقدوا بحماقة أن الطبيعة الجسدية والإلهية هي واحدة، وافترضوا أن في مزج الطبيعتين أن الطبيعة الإلهية للابن الوحيد قابلة للتأثر. لسبب هذا لكي نوقع كل هذه الدسائس ضد الحقيقة ونبرهن أن العقيدة منذ بداية التبشير لا تتزعزع أبدا، فإن المجمع المقدس المسكون عرف أولا أن إيمان الآباء القديسين 318 ظل بدون تغيير. ولسبب الذين يهاجمون الروح القدس فإنه يؤكد التعليم الذي أعطي بخصوص جوهر الروح القدس بواسطة اللي اجتمعوا في القسطنطينية، عرفوا الجميع أنهم لم يضيفوا شيئا كان ينقص عند القدامى، ولكنهم يوضحوا بشهادات من الكتب المقدسة المعاني للروح القدس ضد هؤلاء الذين يريدون إنكار سلطانه الأعظم. ولسبب الذين يتجاسرون على إفساد سر تجسده ويقولون بحماقة أن الذي ولد من العذراء مريم هو شخص عادي، فإن المجمع تناول الخطابات السينودسية للقديس كيرلس راعي كنيسة الإسكندرية والمكتوبة إلى نستوريوس وإلى الشرقيين التي كانت خاصة لتفنيد خطأ نستوريوس، ويوضح للذين كانوا يريدون بحماس نقي معرفة معنى السر في خلق دنيا وما قبل خلق دنيا. لما يجوا يتكلموا على النسطورية ولما يجوا يتكلموا عن مجمع أفسس ولما يجوا يتكلموا عن البابا كيرلس يختزلوا كل حاجة في حاجتين بس. كل كتابات البابا كيرلس يختزلوها في الرسالة الثانية لنسطور وفي الرسالة اللي هي بعتها ليوحنا الأنطاكي التي يدعون أنها فيها قانون وصيغة المصالحة. عرض الإيمان اللي كان كتبه الشرقيين ادعوا أن ده كان صيغة إيه؟
أو قانون المصالحة اللي فيه إقرار بالطبيعتين. فبيقولهم لماذا تصنعون الآن من إيمان القديسين الذين سبق إلزام أنكم تذكرون معهم مجمع 150، لم تذكروا الآن مجمع أفسس المقدس؟ وهما بيقولوا أن في الناس اللي بتتكلم ضد الإيمان، فإحنا متمسكين بمجمع نقيا ومجمع القسطنطينية، ما ذكروش مجمع أفسس. قال لم تذكروا الآن مجمع أفسس المقدس الذي عزل نستوريوس، ولكن ذكرتم فقط بعض خطابات سينودسية مجمعية، يعني لكي تتاح لكم الفرصة لإضافة مكتوب التمرد، أي خطاب لاون الذي دعي مجدد لأنه كان سبب في انقسام الكنيسة على نفسها. طبعا احنا لما درسنا في الكورس اللي فات مجمع خلقدونيا، وعرفنا ان اما جم يناقشوا توماس لاون كان في تعارض كبير مع الرسالة الثالثة للنصور اللي كتبها البابا كيرولوس اللي فيها البنود الاثناشر، وإن قالوا تعطى فرصة 5 أيام لدراسة توماس لاون في ضوء البنود الاثناشر، واللي خلال الفترة دي بعد ما يستنوا 5 أيام عشان تناقش، بعد 3 أيام تآمروا على استبعاد البابا ديسكورس، وأهملت رسالة القديس كيرولوس وأهمل البنود الاثناشر على الإطلاق في خلق دنيا. هنيجي للبند رقم كام؟ قولوله. في تعريف الإيمان بتاع خلقدونيا لهذه الخطابات، أرفق المجمع بإدراك خطاب القديس الطوباوي رئيس الأساقفة لاون. يعني حطوا رسالة لاون كأنها يعني رأس برأس مع رسائل القديس كيرولوس. يعني خطاب القديس الطوباوي رئيس الأساقفة لاون أسقف روما العظمى المقدسة، المكتوب إلى الأسقف فيليبيان الطيب الذكر، لكي يدمر الرأي الشرير لأطاخي، والذي فيه يشير لاون يافس يشير لاعتراف الإيمان لبطرس الكبير. يعني اعتبر ان الحاجة اللي هو كتبها، مين اللي كتبها؟ قديس بطرس، والذي هو كعمود مشترك ضد الذين يفتكرون في الشر لتأكيد الإيمان الأرثوذكسي، لأنه يحارب كل الذين ينزعون إلى تقسيم بين ابنين سر التجسد، ويستبعد من مجمع الكهنة الذين يتجاسرون على القول أن ألوهية الابن الوحيد كانت قابلة للتأثر. إنه يقف ضد الذين يدخلون امتزاج وخلط في الطبيعتين للمسيح، وتتعقب هؤلاء المختلين الذين يأخذون من السماء أو من طبيعة أخرى صورة العبد التي أخذت منا. يعني هنا بيقروا توماس لاون باعتبار أن دي بقى اللي بتحطم الهرطقات للي بيقولوا طبيعة واحدة. التفنيد بقى بيقول مين اللي بيقول؟ البابا تيموثاوس. إن وقاحة أقوال التعريف الذي قمنا بتدوينه يبعث على الدهشة والإعجاب في نفس الوقت، لأن الذين كانوا قد عزلوا فيليبيان آنفا في أفسس لأنه كان يقول طبيعتين،
رفضوا أيضا خطاب لاون لأنه كان به عقيدة نستوريوس. هم رفضوه على فكرة في مجمع أفس، وقرروا أن قول طبيعتين في المسيح الواحد هو أصل وأساس هرطقة نستوريوس. كيف إذن يتجرؤون الآن تعليم هذا في تعريف الإيمان لدرجة تأكيد صيغة طبيعتين في الرب الواحد، وأن يوقعوا الخطاب المكتوب بطريقة تدل على إلحاد شديد كما لو كان حسن، ويضع فيلبيان المتوفي بين القديسين بعدما كانوا قد عزلوه عندما كان حياً، وبعدما كانوا قد احتقروه كهرطوقي؟ إما كانوا قد أخطأوا عندما عزلوه، وكذلك أيضا الذين كانوا من الشرق ويقعون تحت طائلة القانون الكنسي، أو أنهم تصرفوا خطأ في خلق دنيا عندما قبلوه، وكل الذين قد عزلوا معهم ويقعون تحت دينونة الله التي هي حق لأنهم لم يطيعوا الله بل الناس. رقم كام؟ 9 في التعريف الإيماني بتاع خلق دين، الذين يفترضون طبيعتين لربنا قبل الاتحاد ويتصوروا طبيعة واحدة بعد الاتحاد. بيتهموا أطاخي أنه قال كده، يعني نقل طبيعتين قبل الاتحاد أقبلهم، لكن ما أقبلش طبيعة واحدة، يعني لكن طبيعة واحدة بعد الاتحاد. فيرد البابا تيموثاوس يقول إيه؟ لا يوجد إنسان لديه القلب التقي في الإيمان يعلم أو يعتقد بوجود طبيعتين، لا قبل الاتحاد ولا بعد الاتحاد، لأنه عندما حبل بالكلمة بدون جسد الله الآب في أحشاء العذراء القديسة، أخذ أيضا جسدا من جسد العذراء القديسة بطريقة يعرفها هو وحده، بينما ظل بدون تغيير وبدون تبديل ككونه إله، وكان واحدا مع جسده، لأن جسده لم يكن له أقنوم ولا جوهر قبل الحبل بالله والكلمة لكي نستطيع أن نعطي له اسم طبيعة. هو ما كانش له ولا جوهر، ما كانش موجود خالص عشان يعطى له اسم طبيعة على وجه الخصوص وعلى انفراد، لأن الطبيعة لا توجد بدون أقنوم. خلي بالكم من الحتة دي، هنرجع لها قدام شوية. قال هو أصلا ما كانش فيه طبيعة، ما كانش فيه جسد موجود، لا جوهر ولا أقنوم ولا طبيعة، عشان نقول كان فيه طبيعتين، الكلمة صار جسدا. حتى القديس كورولوس لما بيجي يقول هنشرح عشان نفهم التجسد، بنتخيل بعين الذهن ان طبيعتين اتحدوا، اللي هي خدوا الكلمة دهيت وقالوا ان القديس كيرلس يقول بطبيعتين بس ذهنيا، انسؤوريا موني، يعني مش في الواقع، لكن في طبيعتين في الذهن. لكن القديس كيرلس لما قال كده قال لما نيجي نشرح كيف تم الاتحاد، لان ما كانش في زمن فيه الطبيعة الناسوتية من غير ما تكون متحدة. فبعين الذهن بنتخيل أنه في لا زمن حصل، فبنتخيل كأن في طبيعتين اتحدوا، لأن بنقول من طبيعتين، فهنا بنتخيل التخيل الذهني
وده ربما اللي غلط في أوطاخي، ان القديس كورولوس قال ان بيتخيل بعين الذهن الطبيعتين تصارعوا للاتحاد، يعني التحدوا مع بعض. لكن هنا بيقول لنا لان الطبيعه لا توجد بدون اقنوم ولا الاقنوم بدون الشخص، اذا كان يوجد طبيعتين فيوجد بالضروره ايضا ايه؟ شخصين. واذا كان يوجد شخصين يوجد ايضا مسيحين كما اعلن المعلمين الجدد فيما هو بيدينه أوطاخي، انه قال طبيعتين، فقال ما فيش حد عاقل يقول كده او لديه تقوى، لان اصلا ما كانش فيه الناسوت لا جوهريا ولا اقنوميا موجود. لان لو قلنا موجود وطبيعتين يبقى مفيش طبيعه بدون اقنوم، مفيش اقنوم بدون شخص، فبالتالي شخصين. وده بيترد عليهم بعد كده ما بيقولوا طبيعتين، طالما طبيعتين يبقى لابد ان يكون ايه؟ اقنومين. لكن دي في بعدين. يعني رقم كام؟ 10. خلي بالكم من ده. فبيقول التعريف: تابعين إذن الآباء القديسين فإننا نعلم جميعا أيضا بالاعتراف أن ربنا يسوع المسيح هو واحد ونفس الابن، ذاته الكامل في ألوهيته وذاته الكامل في بشريته. بالحقيقة الله وبالحقيقة إنسان، ذاته المكون من نفس عاقلة وجسد، مساوي للآب في الجوهر في ألوهيته ومساوي لنا ذاته في البشرية، مشابه لنا في كل شيء فيما خلا الخطية، مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب الألوهية، وفي الأزمنة الأخيرة ذاته من أجلنا ومن أجل خلاصنا ولد من العذراء مريم والدة الإله بحسب البشرية. واحد ونفس المسيح الابن والرب، والابن الوحيد في طبيعتين، معروف بدون امتزاج، دون تغيير، دون قسمة، دون انفصال، دون أن يرفع اختلاف الطبيعتين لأي مكان بسبب الاتحاد، بل بالعكس، فإن خاصية كل من هاتين الطبيعتين محفوظة وتتسابق كلاهما في شخص برسوبا وفي أقنوم، بحيث لا ينفصل ولا ينقسم إلى شخصين لكنه واحد. ونفس الابن الوحيد الله الكلمة الرب يسوع المسيح، كما علمنا أولا الأنبياء بخصوصه، ثم يسوع المسيح نفسه كما نقله لنا اعتراف إيمان الآباء القديسين. ثم بعد ذلك عندما قررنا هذه الأشياء بكل دقة وإحكام، فإن المجمع المسكوني المقدس عرف أنه لا يسمح لأحد أن يظهر أي يكتب إيمانا آخر أو يعرض أو يفكر أو يعرض أو يفكر أو يعلم بخلاف هذا. أما عن الذين يتجاسرون بعرض إيمانا آخر، أي يظهروا أو يعلموا أو ينقلوا قانون آخر للإيمان، أي الذين يأتون من الوثنية، من اليهودية أو من هرطقة أيا كانت، لكي يتحولوا لمعرفة الحق، هؤلاء إن كانوا إذا كانوا أساقفة أو كهنة، فالأساقفة سوف يعزلوا من الأسقفية والكهنة من الإكليريكية، وإذا كانوا رهبانا أو علمانيين فسوف يكونوا محرومين في النهاية. سوف يكونوا إيه؟ محرومين. النهاية هنا يعني نهاية التفنيد على فكرة. هنا بقى الرد اللي هيجيبه القديس تيموس. نعم؟ لا، نهاية العرض في التفنيد يعني الحاجات اللي هي إيه؟ جابها البابا تيموساوس، العشر نقط دول. البابا تيموساوس هنا الحاجات اللي جايبها
مقتبسها من البابا كيرلس ومش موجودة. يعني لما حد بيرجع لها بيرجع لها من البابا ايه؟ تيموساوس. فبيقول ايه في التفنيد العاشر؟ يقول: تم عزل نصريوس عندما قال طبيعتين في المسيح الواحد، وهذا معروف من كل الذين يسمعون ويريدون قول الحقيقة، لأنه تكلم هكذا في كتاب تعليمي. لأن هنا في خلقدونيا الإقرار بالطبعتين إقرار صريح، فهو بيقول نصور اتعزل عشان قال كده. فمن نصوريوس بيقول ايه من القراص السادس عشر: بالطبع اذا تفحصت كل العهد الجديد لم تجد في اي مكان ان الموت نسب الى الله ولكن الى المسيح او الى الابن او الى الرب، لان اسم المسيح او الابن او الرب الموضوع في الكتب المقدسة للابن يشير الى الطبيعتين ويدل طرة على الألوهية وطرة على البشرية وأحيانا للإثنين. وأيضا من الكراس السبع عشر بيقول: عندما يشير الكتاب المقدس إلى ميلاد المسيح الذي هو من العذراء مريم أو إلى موته، فإننا لا نرى أنه يوجد في مكان ما الله ولكن المسيح أو الابن أو الرب، لأن هذه الأسماء الثلاثة تدل على الطبيعتين، طارة هذه وطارة تلك وأحيانا الاثنين كما قلنا. عندما يحكي لنا الكتاب المقدس الميلاد الذي هو من العذراء ماذا يقول؟ أرسل الله ابنه؟ لم يقل أرسل الله الله الكلمة، ولكن أخذ الاسم الذي يدل على الطبيعتين، لأنه بما أن الابن هو إنسان وإله يقول أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. حتى حينما تسمع مولودا من امرأة ترى في نفس الوقت الاسم المستخدم الذي يدل على الطبيعتين لكي تعطي اسم ميلاد الابن إلى الذي يأتي من العذراء المطوبة، لأن مريم والدة المسيح ولدت أيضا ابن الله، ولكن لأن ابن الله مزدوج في الطبائع فهي لم تلد بالطبع ابن الله ولكن ولدت البشرية التي هي ابن لسبب الابن الذي اتحد بها. وبيجيب أقوال من نسطور هي نفس اللي موجودة فين؟ في خلق دنيا. وأيضا لأنه إذا كان الذي ولد منها ليس طبيعة الإنسان لكن كان الله الكلمة كما يقول هؤلاء، فالتي ولدت لم تصبح أم للذي ولد، كيف في الواقع تكون والدة لمن هو غريب عن طبيعتها؟ إذا أعطوا لها اسم والدة فالبشرية هي التي ولدت وليست الإلهية، لأن ميزة كل أم هو إنجاب أبناء من طبيعتها، أو إنها إذا ليست أم إذ لم تلد ابنا من طبيعتها. أو لهؤلاء الذين يعطون اسم والدة فهذا يتبع أنها ولدت من هو مشابه لها في الطبيعة. وأيضا أقول الذي هو ابن من طبيعتنا أرسل ومسح أيضا عندما كان ينادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأيضا الذي هو بحسب الجسد هو ابن من نسل إسرائيل، ذاك الذي منذ ظهوره هو إنسان، ذاك الذي بحسب قول بولس ولد من نسل داود وهو أيضا بالانتساب الله العلي القدير. وأيضا لماذا تفسر عكس بولس عندما تخلط في جسد أرضي الله الكلمة الذي هو غير قابل للألم وتخضع رئيس الكهنة إلى الألم؟ وأيضا إنكم تتذكرون بلا شك ما سبق أن قلت لكم مرارا عندما كنت أتقاسم أو أشارك الطبائع المزدوجة في المسيح، كل الكلام ده نصور اللي بيقوله، لأنهما مزدوجين كطبائع ولكنهما واحدا في الكرامة، لأن قوة الطبعين بسبب التصاقهما هي واحدة.
تبقى الطبائع باستمرار في ترتيبها الخاص، ولكن تتحد الكرامة بالقوة التي هي واحدة كما قلت. خلي بالكم من الحتة الجاية دي قوي. وأيضا قد قلت مرارا سابقا، مين اللي بيقول كده؟ نسطور. إذا وجد فيما بينكم إنسان بسيط والذي بين أشياء أخرى يصر بصيغة والدة الإله، فليس لي نحو أي شعور بالآسى، بشرط أن لا يجعل من العذراء إله. ممكن يقول إيه والدة الإله؟ طبعا ما حدش بيقول إن العذراء إلها. يعني إذن حكاية والدة الإله النصور ما عندوش منع، بس بتعطى تفسير انها ولدة البشرية المتحدة بالله. فبيقول من كل هذه النصوص ومن اخرى اكثر عددا، وضع نسطور الهرطوقي الحيلة الشريرة لتلاميذه عارية او علنا، بما ان الولادة التي تأتي من القديسة العذراء مريم، مين اللي بيتكلم هنا بقى؟ أم البابا تيموثاوس. والموت المحي لنا يتعلقان بإنسان خارجا عن الابن الوحيد كلمة الله، الذي هو إنسان في كل شيء وليس الله. عندما فكر في القول ابنين أخذ كقاعدة وكنقطة بداية لنظريته أن يضع طبيعتين في المسيح. إذا قابلنا هذا فباطل هو التبشير الرسولي وباطل إيماننا أيضا، حسب قول الرسول: إنني أترك للمستمعين الاهتمام بأن يحكموا، إذ لم يشابهون حرف بحرف. خلق دنيا حرف بحرف مع مين؟ نسطور. كل الذين يتقيؤون الآن نظريات نسطوريوس والذين وضعوا هذه الأشياء في تعريف الإيمان، إن أبائنا المطوبين الذين كانوا معلمي الكنيسة قد حرموهم، لأن فليكس الذي هو جدير بالذكر والذي صار معلم كنيسة الرومان الروماني كان أسقف روميا، هدم كل الدسائس الذين يقسمون الواحد يسوع المسيح ربنا إلى طبيعتين. عندما قال بخصوص تجسد الكلمة والإيمان أننا نؤمن بيسوع المسيح ربنا الذي ولد من العذراء مريم، وأنه أزلي ابن الله والكلمة، إنه ليس إنسانا أخذ بواسطة الله لكي يكون آخر خارجا عنه، لأن ابن الله لم يأخذ الإنسان لكي يكون آخر خارجا عنه، ولكنه لكونه إله كامل كان في نفس الوقت إنسان كامل عندما أخذ جسدا من العذراء. ويوجد أيضا شهادات عديدة أخرى للأساقف القديسين لم أكتب عنها لأنني مهاجم، ما كانش فاضي يعني من الهجومات اللي عليه. ده كله كتبه أو من ضمن ما كتب البابا تيموثاوس وهو في المنفى. من ضمن الحاجات برضو اللي شغلته قبول التائبين، يقول: وقد كتب القديس تيموثاوس من منفاه أيضا رسائل رعوية يستحس وينبه فيها الذين تحولوا إلى عقيدة الطبيعتين وصاروا من حزب روتريوس الدخيل، وقال أن هؤلاء يجب أن يعالجوا ويعاملوا بأسلوب رعوي. وأشار صراحة إلى قانون القديس كيرلس والقديس ديوسكوروس، كان الآباء السابقين له حطوا قانون للي هم مشي ورا الهرطقات وهيتوبوا. قانون القديس كيرلس والقديس ديوسكوروس الذي يقضي بأنه حينما أي أسقف أو قصة أو شماس يتحول من منسبه يجب أن يقضي عام كامل في التوبة، وبعد ذلك يعود لوضعه السابق. في برضو كتب رسالة يوضح فيها كيفية قبول الذين يرجعون عن الهرطقات،
يعني مش اي حد لازم يكونوا ايه قدموا توبة، لو ما قدموش توبة بيبقى خلاص. فبيقول من تيموساوس الى محب الله الاساقفة والكهنة والشمامسة ورؤساء الاديار والاخوات ولفيف الشعب المؤمن بربنا سلام. وبيتكلم عن اشخاص بالفعل، يقول ان اشعيا وثوفيلوس الهرطقين الخفيين اللذين نصحتهما في رسالة ليعود إلى تعاليم آبائنا لم يزعنا للرسائل التي وجهتها إليهما إلى القسطنطينية مشفوعة بشهادات من الأسفار المقدسة، ولم يتورع ويعتبر بنفينا من مكان إلى مكان آخر، بل تآمروا على إفساد رسالتنا وأشاع بين الإبرشيات وغيرهم بأنهما قالوا الحد تاني، يعني رغم معرفتهم معرفتهما بتوقيعي الذي عليها، وقد صبرنا عليهما مدة غير يسيرة وعرفنا ما يريدان، ولم يجيب بكلمة واحدة أو رسالة، ثم رأيت أن نكتب إليهما فكتبنا حسين إياهما على أن يعترف بالإيمان الحق كتابة، ونصحين ومذكرين إياهما بأن الله لا يصور ولا يطردهما إذا تاب، وموضحين لهم بأن أناسا قدسين قد أخطأوا وجحدوا الرب وأخيرا تابوا فقبل الله توبتهم وعادهم إلى مكانتهم الأولى، ومنهم داود وبطرس وبولس بمثل هذه الأشياء كتبنا إليهما. فإذا تاب واعترف بأن جسد المسيح هو من طبيعتنا ثبتنا على محبتهما واحترمنا نظامهما، غير أنهما لم يجيبا بل نبذانا. وقد انتظرت 4 سنوات ولم أشهرهما، لكنهما لم يرعوا ولم يقبلانا أو يقبل تعليم أبائنا القديسين، اتبع الهراطقة الذين يجاهرون بأن الرب لم يأخذ جسدا بشريا ولم يصر إنسانا كاملا مثلنا، ويخلدون تحت البيوت وهم شغفون بمحبة المال والبطن معتبرين إياها آلهتهم، ويتجولون في العاصمة. وقد كتبنا إليهما أن يغادر المكان فرفض، وهما يضلان السذج ويشعان عنا بما يسيء إلينا. وأزقت بهما زرعا فاضطررت إلى أن أعلن اسميهما لكي لا يضل آخرين، وأعلنت أن أشعيا وثوفيلوس يقولان بأن جسد الرب هو من طبيعته وليس من طبيعتنا، وأنه لم يتأنس حقا، وبذلك قد حرم نفسيهما من شركة الآباء وشركتنا فلا يختلط بهما أحد، وأن يوحنا الإنجليزي يحذر ويقول يا أخواتي لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء بالجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح ليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح. ثم إذا أتاكم شخص لا يعترف بهذا التعليم لا تقبلوه في بيوتكم، وبعدين بيقول لأن الرسول يقول من يبشركم بخلاف ما بشرناكم ليكن محروما، ولئن كان رسولا أو ملاكا من السماء إني بريء من دمهما ودم الذين يجتمعون معهما، فقد أرسلت وأعلنت لهما مشيئة الله فيما هما جديران يا ترى. وبيقول لقد كتب ديسقورس المظفر بما يتفق وهذا قائلا أطلب إليكم أيها الإخوة بالرب يسوع المسيح وبمحبة الروح كما كتبت في رسالتي في العام المنصرم
أن تساعدوا الذين يرتدون عن هرطقة الضيوف الفلسطينيين، يعني اللي هم يعني مزدوج الطبيعة، وتمدوا لهم اليد بالرب، أنتم الأساقفة والإقليروس وبقية المؤمنين. وليعد إلى درجته من تاب منهم بعد سنة من توبته، وليعطى مكانة وكرامة، وإن لم يوجد أسقف فلينب عنه الإكليروس بمحبة الله. أيها الأساقفة المؤمنون، حيثما وجدتم وإذا ما وجد من هؤلاء التائبين تحت سلطانكم. إن كيرولوس وديسكوروس أيد أيضا نظام قبول الأساقفة والكهنة والشمامسة التائبين في درجاتهم السابقة بعد سنة من توبتهم. فقد كتبت بهذا بقصد قبول الذين يعودون من شيعة بروتوريوس، وكان شهيرا جدا بحيث أن الهنود أرسلوا إليه يليقم لهم أسقفا خلفا لأسقفهم الراحل، كما لم يكف الإسكندريون عن إرسال التماسات إلى الملك بخصوصه. طبعا دي بتدينا فكرة إزاي البابا تيموساوس وأبائنا كانوا ضد ما ينسب لأوطاخي. ضد ما ينسب لإيه؟ لأوطاخي على الإطلاق. لكن للأسف يتهم أبائنا بالأوطاخية، لكن أبائنا كان ليهم فرصة إن عبروا عن إيمانهم، كتاباتهم تشهد لإيمانهم. وفي الإسكندرية كان كل الذين طلبوا القديس تيموساوس من المنضمين لبروتوريوس أن يحرموا مجمع خلقدونيا وتوماس لاون. قال لهم احرموا مجمع خلقدونيا وتوماس لاون وإحنا نقبلكم. دي كلها أمور رعوية كان يتابعها البابا تيموساوس وهو في المنفى. قعد قد ايه في المنفى ده؟ قعد قد ايه؟ سنوات طويلة لغاية لما مات لاون الامبراطور سنة 474، وجلس على العرش. هو اتنفى في 450 في أواخر الخمسينات، وجلس على عرش الإمبراطورية الشرقية حفيد لاون الثاني. كان ولي العهد حفيده، طفل صغير ابن بنته، وكان لم يبلغ السادسة من عمره. ولأجل هذا السبب فقد أشرك لون الثاني أباه زينون في الحكم. أشرق أبو الولد جوز بنته يعني، على أن الإمبراطور الطفل مات في نوفمبر 474. الطفل مات وهو إيه؟ الإمبراطور ملحقش يعرف إنه إمبراطور حتى، بقى إمبراطور ومات. ده بيفكرنا بمين؟ بابن الملك فاروق لما تنازله عن الحكم وكان طفل صغير، بقى ملك وساب الملك وهو مش جريان. ابن الطفل اتنازله على الايه؟ على الحكم الملك فاروق، فبقى ملك وضاع الملك منه وهو لسه مش جريان. فده برضو كان طفل صغير بقى امبراطور ومات من غير ما يعلم او ما يدرى او يدرك انه امبراطور. بيقولوا عند ايه صار زينون الامبراطور الحاكم الحقيقي. ولكن في يناير سنة 475 قام البلاط الامبراطوري الملكي بثورة ضد زينون، وانتهت بطرده إلى بلاده، وجلس مكانه على العرش باسيليسكوس الذي اغتصب لنفسه هذا الامتياز.
دي كانت من واحد مصدر بروسانتي. هنعرف بالتفصيل من زكريا الفصيح اللي هو عاش في القرن السادس، فبيخبرنا كيف عاد تيموساوس من المنفى بعد موت ليون أو لاون، وكيف أنه أحس باسيليسكوس على كتابة منشورا. خلي بالكو احنا بناخد شوية لاهوت وشوية حواديت، دخلنا في الحواديت الشيقة شوية لعلكم يعني ايه تاخدوا بالكم بقى. فبيقول عندما اكمل تيموساوس 18 عاما في النفي، يعني قعد في المنفى كام زمن؟ نعم ما هو لسه مرجعش، بس قضاها فترة مثمرة في رعاية وكتابات ومتابعة. مات الإمبراطور ليون واستلم خليفته الملك زينون، وعندما لاحظ شعب الإسكندرية هذه الأزمة، قضى شعب الإسكندرية كان مين اللي نفى البابا؟ الإمبراطور لاون. فلاون مات، جه بداله مين؟ زينون. فما سكتوش، كونوا وفد رفيع المستوى ويبعتوه يعرض القضية ويطالب برجوع البابا تيموساوس. القصة دي قصة جميلة فيها مع حاجات كتيرة بتوريكوا مصر كان شكلها ايه، الرهبان وضعهم ايه، الشخصيات المصرية وثقلها كان ايه في العالم. ناخد لبالنا يعني انا في حاجات كان ممكن اختزلها لكن بلاقيها مفيدة ان نعرفها، بتخلينا نفهم الفكر كان ماشي ازاي، الناس بتفكر ازاي. فبيقول استلم خليفته الملك زينون، وعندما لاحظ شعب الاسكندرية هذه الازمة في الشؤون الملكية ارسلوا التماسا مع بعض الرهبان المختارين، زي ما بنقول كده المشهورين والنبلاء الشرفاء، يعني ناس على ايه، على الفرازة يعني. أمون الذي يسمى طربارة، وراهب تاني اسمه بولس السوفسطائي، كان فيلسوف فبيلقب بالسوفسطائي، وسيوريون ويعقوب صانع المعجزات، يعني اختاروا ناس علماء ومعهم ناس مشهورين بالتقوى وربنا مديهم موهبة صنع المعجزات، وراهب تاني اسمه سيوبامبيوس شقيق ماجستروس. ماجستروس ده يبدو شخصية كبيرة زي قاضي أو منصب كبير كان في العاصمة، فيوريكو الشخصيات المصرية كان ليها نفوذ وكان لها وجود في عاصمة الإمبراطورية نفسها. ومع ذلك كنتيجة للثورة التي آثارها باسيليسكوس شقيق فيرينا زوجة الإمبراطور لاون اللي هي أرملة لاون الإمبراطور اللي هو جد لاون الصغير اللي مات، فمراته كان اسمها فيرينا. فيرينا ده الاسم ممكن اللي يسمعوه يفتكروا اسم حديث، اتضح انه اسم قديم يعني. فاخوها كان اسمه باسيليسكوس. فبيقول
ثورة أثارها باسيليسكوس الشقيق فيرينا زوجة الإمبراطور لون ضد الملك زينون الذي كان قد أسند إليه قيادة الجيش في أيام لون. ذهب الملك زينون إلى حصن سلمون وتسلم باسيليسكوس الملك، وعين ماجستروس شقيق الراهب سيومبابيوس، معلش الأسماء ما صعبة في النطق، سيوكتيستس السكندري كطبيبه الخاص. يعني ماجستروس ده اللي هو أخو الراهب اللي من ضمن الوفد اللي رايح، عين طبيب سكندري كطبيب خاص. ده الكلام ده فين؟ في الإمبراطورية، في العاصمة هناك. فواحد ذو شأن زي قاضي كبير، وجابوا طبيب متميز مصري عينوه كطبيب ايه؟ خاص. يقولوا حالما دخل وفد الرهبان هذا الى الحضرة الملكية أصيب الإمبراطور والحاشية الملكية وزوجة الإمبراطور بالدهشة والإعجاب بهم. كانوا مجموعة كده متميزة، علم وثقافة وقداسة في آن واحد. يقول ولكن قدم أيضا سيوكتيستيس وماجستروس. مين سيوكتيستيس ده بقى؟ نعم، الطبيب الخاص، وماجستروس اللي هو زي قاضي، وأكاكيوس اللي هو أسقف القسطنطينية المساعدة لهم، بقوا في خدمتهم. يعني في 2 مصريين هناك قاعدين ومع أسقف المدينة، فاستقبلوهم وقدموا لهم الايه؟ المساعدة. لهذا أصدر باسيليسكوس أمرا بإعادة تيموساوس من المنفى. لما اتكلموا معه وشافهم أمر بعودة مين؟ تيموساوس من النفي. وبيحكي زكريا الفصيح بيقول إيه؟ كان في بدء الأمر الأسقف أكاكيوس يعد مسكنا، بيجهز الوفد ده جاي، فبيجهز مسكنا للبابا تيموساوس في كنيسة القديسة إيريني، وخصص بعض الكهنة لخدمته. خصص له مجموعة من الكهنة لإيه؟ لخدمته. لكن بعد ذلك ظنا منه أنهم كانوا يخططون لعزله ولإقامة سيومبابيوس أسقفا في المدينة الملكية، حزم. مين سيومبابيوس ده؟ اللي هو أخو ماجستروس. راح، فكان شخصية كده إيه؟ ملفتة، ويبدو الإمبراطور أعجب بيه، وأخوه كان قاضي هناك. فأكاكيوس الأسقف افتكر يا ده هياخدوه بدلي، يبقى أسقف للمدينة الملكية. ده معناته إيه؟ حتى لو مش حقيقي يعبر عن عظمة الشخصية دي، خلي الدكها يجيله الشعور ده، ويوريكوا فكرة عن مصر برهبانها بعلمائها بالشخصيات العامة اللي فيها بثقلها في العاصمة الإمبراطورية. فبيقول حزن الأسقف أكاكيوس وصار غاضبا وخصما لتيموساوس، وحاول معارضة مجيء تيموساوس، بقى مش عايزه يجي كده، وبيعمل انه ايه؟ يجي. لكن طبعا ما نفعتش محاولاته هذه، كان بيجهز له مكان في الكنيسة. لكن عاد تيموساوس واستقبله البحارة الإسكندريون. طب ايه اللي وداهم هناك؟ بقول لكم كان المصريين ليهم وجود قوي في العالم القديم المتقدم،
وكان أقوى أسطول بحري تجاري في البحر الأبيض المتوسط أسطول المصريين. فطبعا البابا بتاعهم جاي، كان الجالية بقى المصرية كلها هناك، فكانوا في استقبال وكلهم شخصيات لها وزنها لها ثقلها، بالإضافة للوفد اللي كان رايح يطالب بيه. فيقول استقبله البحارة الإسكندريون والشعب الموجود في القسطنطينية بترحاب عظيم. طبعا أكاكيوس كان بيجهز سكن لي في كنيسة القديسة إيريني، ولكن المفاجأة أخذ للنزول في قصر الإمبراطور. نزل ضيف على الإيه؟ في القصر الإمبراطوري. وجاء إليه عددا كبيرا لنوال البركة ولرسامتهم ياخدوا درجات أو رتب كهنوتية منه ولنوال الشفاء منه، وصار صديقا حميما عند الإمبراطور باسيليسكوس وزوجته. الإمبراطور وزوجته أعجبوا قوي بالبابا وبقابليه بالوفد الرهباني المصري، فكان في تجاوب كبير. فبقرب تيموساوس وأعضاء حزبه الذين تصادفوا وجودهم هناك، ده زكريا الفصيح بيحكي، أقنع الإمبراطور حتى أنه وافق على كتابة منشورا يحرم فيه توماس لوين والإضافة التي ألحقت بالإيمان في مجمع خلق دنيا. وقد عمل القديس تيموساوس نسخة من هذا المنشور للراهب بولس. المنشور عمله فيه مسودة كده، والبابا تيموساوس ادها للراهب بولس اللي هو كان بليغ وفيلسوف. بقول لكم بعته يعني وفد مش قليل يعني. وقد قام بولس الراهب الذي كان خطيبا وفيلسوفا بتوجيهها، يعني وضبها، كما كان هو الذي في حوار مع أكاكيوس البطريرك استطاع أن يثبت أن هرطقتي نسطور وأطاخي واحدة. في القعدة هناك دخل في حوار مع مين؟ أكاكيوس أسوف القسطنطينية. فالراهب ده بفصحته وبلغته وبذكائه وبحكمته أقنع أو أثبت لأكاكيوس أن هرطقتي نسطور وأطاخي واحدة، وهما نفس الشيء على الرغم من الاعتقاد الشائع بأنهما متعارضتين تماما مع بعضهما البعض، لأن الأولى بكل تأكيد تعترض قائلا أنه سيكون نوع من الحط من شأن الله أن يولد من امرأة وأن يكون مثلنا من جميع النواحي بأن يصبح شريكا لنا في اللحم والدم، في حين أنه يشاركنا فقط في هوية الاسم والقوة والسكنة في الجسد والعمل، اللي هي هرطقت مين؟ هتعرفوا لما تشوفوا التانية. أما الهرطقة الأخرى في الحقيقة فمن أجل تحرير ورفع الله، وحتى لا يعاني من الحط من قدره والإزراء بارتباطه بجسد بشري، تنشر العقيدة التي تقول أنه تجسد من جوهره الخاص وبأنه قد أخذ جسدا سماويا. يبقى الأولى نسطور كده كده مصحصحين، بدأتوا تصحوا. وأنه كما لا يترك أي جزء من الختم على الشمع
ولا من الخاتم الذهبي على الطين، هكذا لم يلتصق المسيح بالمسيح أي جزء من الإنسانية على الإطلاق. ده دي حسب الهرطاقة بتاعت إيه؟ التانية يعني. فبيعلق زكريا الفصيح بيقول عندما تحدث بهذه الطريقة، مين اللي تحدث؟ الراهب بولس ده، دهش أكاكيوس من صلابة منطقه، والآن وبرغبته تراجع بعد ما كان متضايق كده ومتاخد من البابا تيموساوس، تراجع وأخذ جانب تيموساوس، بدأ يقرب منه وتناقش معه بطريقة ودودة جدا مراعيا حقوق كرسيه، يعني اداله ما يليق به كبابا لكرسي ماري مرقس. ومع ذلك عندما طلب منه تيموساوس التوقيع على المنشور تردد في ذلك. ليه دايما بتوع القسطنطينية بيترددوا ان هم يوقعوا على حرم خلق دنيا؟ مظبوط. ايه بقى المنشور ده كان بيقول ايه؟ يقول من الامبراطور باسيليسكوس الامين المنتصر والحاكم القوي اغسطس، معا مع مرقس قيصر الاكثر شهرة، الى تيموساوس الموقر والمحب للاله ورئيس اساقفة مدينة الاسكندرية العظمى، فيما يخص كل القوانين التي سنتها الأباطرة الأمناء والدائم الذكر والذين كانوا قبلي من أجل خلاص كل العالم وقيادته الصالحة ودفاعا عن الإيمان الحقيقي المسلم من الرسل، وعلمه الآباء القديسون أننا نرغب في أن تصدق كل هذه القوانين ولا أن يلغى أحدها حقا، بل بالأحرى نحن نتفق عليها ونوافق ونعتبرهم ذات شرعية مثل قوانيننا، ونحن جديا نرغب في توقير خوف الله أكثر من رغبة أي إنسان، بغيرة من أجل الرب يسوع المسيح إلهنا الذي ندين له بخلقتنا وعظمتنا ومجدنا. يعني احنا مديونين له انه خلقنا ودانا العظمة والمجد. وبعدين بيكمل بيقول علاوة على ذلك، اذ نحن مقتنعون تماما بان وحدة رعيته هي خلاص انفسنا وشعبنا، وهي الاساس والاكيد الراسخ والحصن السامي لمملكتنا نحن الان بحسب الحافز الحكيم الذي نحن مدفوعين به، نجلب الاتحاد والوحدة إلى كنيسة المسيح في كل جزء تحت سيادتنا، أي إيمان الأساقفة 318 الذين سبق أن أعدهم الروح القدس المجتمعين في نقية لأمن وسلامة الحياة البشرية، الإيمان الذي نحتفظ به مثل كل الذين سبقونا والذي نؤمن به واعتمدنا فيه لكي ما يسود ويحكم كل الكنائس بقوانينها المختارة، الإيمان الكامل والتام في كل تقوى وإيمان حقيقي، والذي يرفض ويفضح كل الهرطقات ويطردها من الكنيسة. خلي بالكم من الحتة الجاية عشان هسألكم فيها. الإيمان الذي ثبته الماء وخمسين أسقفا الذين اجتمعوا هنا لمقاومة وإدانة محارب روح الرب القدوس. هنا يعني فين؟ في القسطنطينية. والذي وافقوا واتفقوا عليه الإيمان الذي تم تأكيده أيضا من خلال أعمال المجمعين اللذين انعقد في أفسس، اللي هو سنة كام وسنة كام؟ 431
و449، اللي قال غير كده هينقص درجات، هينقص درجات، هنقصه، هدخل على الامتحان اونلاين ونقصه درجة، يبقى 431. وهنا خلي بالكو في اعتراف بانه مجمع مسكوني، مجمع 449 جنبا الى جنب مع رؤساء كهنة روما والاسكندرية سيليستين وكيرولوس وديسكوروس في إدانة نسطور المهرطق وجميع الذين بعده والذين لديهم آراء مماثلة. بيتكلم عن مين؟ لا، مين اللي لهم آراء مماثلة لنسطور؟ وقد أربكوا ترتيب الكنيسة وأزعجوا سلام العالم وشقوا الوحدة. نعني توماس ليو أو توماس لون وقرارات مجمع خلق دنيا، يعني منشور صريح سواء عن طريق تعريف الإيمان أو العقيدة أو التفسير أو الإضافة أو أي ابتداع آخر قيل أو فعل مخالفا للإيمان وتعريف 318. ولذا فإننا نأمر بأنه حيثما وجدت هنا أو في أي مكان آخر مثل هذه العقيدة المكتوبة يجب حرمها وإحراقها بالنار، حيث طبقا لهذا الترتيب أمر أسلافنا المباركون في المملكة قسطنطين الكبير وسؤودوسيوس على نحو مماثل ورتبوا ذلك. وكذلك أيضا فإن المجامع الكنسية الثلاثة اللاحقة، أي ذاك المؤلف من الأساقفة 150 هنا والاثنين اللذين انعقدا في أفسس، صدقوا فقط على إيمان نقيا، يعني المجامع دي ما أضافتش حاجة، صدقوا وثبتوا إيمان نقيا ووافقوا على التعريف الصحيح الذي وضع هناك. وعلاوة على ذلك فإننا نحرم من لا يعترف بأن ابن الله الوحيد قد تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء غير آخذ لجسد من السماء في مجرد المظهر الخارجي أو كخيال محض. دي الحاجات اللي بيروجوها المنسوبة إلى أوطاخي أو ينسبوها لي يعني. وأيضا نحن نحرم كل التعاليم الزائفة لكل تلك الهرطقات التي تتعارض مع الإيمان الحقيقي للآباء. نعم؟ ما هنا ده منشور للتوقيع، يعني الأسقف يوقعوا عليه بالحرم ان احنا نحرم الحاجات دهيت، يعني زي رسالة دورية للتوقيع عليها، يعني هم حددوا هيوقعوا على ايه، كتبوا الصيغة اللي الآباء يوقعوا ايه، يعني قرار دوري، يعني مش شرط مجمع منعقد، لا، الرسالة تلف، رسالة دورة على الأسقفة يوقعوا عليها، عشان كده هيبان بعد كده الوضع شكله ايه. ما هو اللي كتبه بمعرفة البابا تيموساوس والإمبراطور والوفد اللي مع البابا تيموساوس، وكان أكاكيوس طبعا كان ليهم دور، ده الراهب بولس بالذات كان ليه دور كبير فيه. طبعا، بس دي الصيغة. طبعا في تعليق لأحد الآباء المعاصرين حلو، يعني رغم ان التعليق طبعا واضح ومعروف، لكن انبسطت أحد الآباء المعاصرين اللي يعني تابعين لكنيستنا الأرثوذكسية، بيقول هذه الوثيقة مميزة لاعترافها بمجمع أفسس الثاني الذي انعقد عام 449،
والذي يوصف بأنه يدين هرطقة نسطور ووصفها لتوماس لاون، وقرارات مجمع خلقدونيا بأنها كسر لوحدة الكنيسة وترويج لهذه الهرطقة نفسها. تأمر الرسالة الدورية بتدمير أي مواد مكتوبة تحتوي على هذه العقائد، وتحرم أولئك الذين يفشلون في الاعتراف بحقيقة التجسد وجميع التعاليم الزائفة التي تتعارض مع تعاليم الآباء. يعني هي شاملة الحقيقة، أدانة النصرية والصورة الحديثة للنصرية في خلق دنيا، والهرطقات اللي نتيجة الإدعاءات الكاذبة اللي هي ضد التجسد اللي بيقولوا لأطاخي أو لأبوليناريوس أو غيره، والاعتراف بمجمع أفسس. ويعلق زكريا الفصيح يقول: ولقد وافق تيموساوس على هذا المنشور ومهرها بتوقيعه، وقع عليه، وفعل هكذا أيضا بطرس بطريرك أنطاكيا وبولس بطريرك أفسس اللذين دعي إلى العودة من النفي. دول كلهم كانوا منفيين ورجعوا. وأساقفة أسيا والشرق وأنستاسيوس بطريرك أورشليم وأولئك الذين في نطاق سلطته. كم واحد بقى على مستوى المسكونة وقعوا؟ يقول إن عدد الأساقفة الذين وقعوا على المنشور يصل إلى حوالي 700 أسقف على الأقل أو بالأكتر، يعني ممكن يكونوا أكتر، وهم حرموا توماس لاون ومجمع خلق دنيا، وقد أرسلوا التماسا إلى باسيليسكوس ومرقس هو كالتالي. خلي بالكو، ده يبين لكو إن كان الوضع هش بالنسبة لخلق دنيا. لما وقعوا على المنشور دوت ما اكتفوش بالتوقيع عليه، أسقفت آسيا الصغرى وأفسس بعتوا التماس. شوفوا بيقول إيه الالتماس دوت بقى جميل. الالتماس الذي أرسله أساقفة آسيا الذين اجتمعوا في أفسس وقعوا على المنشور، والذين كتبوا إلى باسيليسكوس ومرقس الانطباع التالي: إلى المؤمنين ومحبي المسيح الإمبراطورين المنتصرين باسيليسكوس ومرقس أغسطس، من بولس وفلان وفلان وفلان. معلش بقى، ما هفضل اتهته في الاسماء الصعبه دي. فشوفوها يعني. والاساقفه الاخرين المجتمعين في افسس قد اظهرتما نفسيكما حكمين امينين ومحبين المسيح، لذلك عندما يعاني الايمان الحقيقي الاضطهاد بواسطه شر البشر وخبثهم، وأنتما أيضا قد طالقما الاضطهاد، لأن البعض كان متمردا ومتصلفا ذي عقل مشوها محتقرا ومبطلا الإيمان بابن الله الذي وضع نفسه وصار متجسدا لكي يرفعنا إلى تبني الأبناء، لأنه قد ادخر لهم دينونة جهنم الأبدية التي تلتهم المضطهدين. وأعيد مجازاتك عليهم لأنهم حقا احتقرونا وتجرأوا على تكذيبنا وأرغمونا بالعنف على الاتفاق والموافقة على تعليمهم. ولكن الآن قد أشرق علينا نور الإيمان الحقيقي، واختفت سحابة الأسام المظلمة، فنحن بمقتضى هذا الإقرار بالإيمان نصرخ ونعلن إيماننا الحقيقي لجلالتكما وللعالم أجمع، ونحن نقول هذا بكامل حريتنا
وبتسليم طوعي وبمعونة يوحنا الإنجيلي معلمنا. ليه بيقولوا كده بقى؟ نعم؟ دول من آسيا الصغرى، أفسس. فكان ممكن يكتفوا ان هم يوقعوا على المنشور، لكن بعتوا الكلمة دي الهيام. وبمعونة يوحنا الإنجيلي معلمنا نحن نوقع على هذا الخطاب، ونحن نتفق معه ومع كل شيء فيه بدون خوف أو محاباة لبشر. وإن واجهنا في المستقبل بطش البشر فنحن على أتم الاستعداد على الاستهانة بالنار والسيف والنفي، ونهب أمتعتنا والتصدي لكل الألام الجسدية بإزدراء. لذلك نحن نتمسك بالإيمان الحقيقي ونثبت عليه. لقد حرمنا ونحرم توماس لاون وقوانين مجمع خلق دنيا الذي كان سببا في سفك مزيدا من الدماء والبلبلة والاضطراب والبلاء والانقسامات والنزاعات في العالم بأسره، لأننا نحن مقتنعون بإيمان الرسل وتعليم الآباء القديسين 318 والتمسك بمجمع القسطنطينية الشهير الذي اجتمع فيه 150 أسقفا، وبتعليم المجمعين المقدسين بأفسس اللذين صدقا على هذا، اللذين صدقا على ايه؟ على هذا. ونحن نشارك معهم في حرم نسطور، وأي إنسان لا يعترف بأن ابن الله الوحيد صار جسدا بواسطة الروح القدس ومن العذراء مريم، هو صار إنسانا كاملا بينما بقي بدون تغيير ونفسه إلها كاملا، وأنه لم يأخذ جسدا من السماء في مظهره الخارجي أو خيال. كذلك نحن نحرم كل الهرطقات الأخرى، ولكنهم دونوا بعض الأمور الأخرى وقد هتفوا بصوت صخب ثم وافقوا عليها. ده زكريا الفصيح بيحكي بقى. ولكن كتب أساقفة آخرون من مقاطعات أخرى مختلفة إقرارا آخر بديته كالهاتي. ده غير دول، يعني زكريا الفصيح بيحكي على آخرين كتبوا برضه. بتسليم قلبنا نحن نخبر جلالتكم بأن نكون على اتفاق مع آبائنا 318، لأنكم غيوران على إيمانهم لكي يزدهر ويكرز به بين جميع الأمم إبان حكمكما. برضو بنلاحظ على أساقفة آسيا الصغرى في اللي كتبوه انهم وافقوا وقعوا على الرساله دون اكراه، دون اعتبارات سياسيه، حتى لو تهددوا بالعنف في المستقبل. كما يعطي الاساقفه المجتمعين في افسس ايضا سلطه لمجمع افسس الثاني، يعني برضو اساقفه افسس دول او اسيا الصغرى يعترفوا ويقروا بسلطة مجمع أفسس 449 المسكوني اللي كان تحت رئاسة البابا ديوسكوروس. ويفهم من ذلك أن هذا المجمع الثاني والرسالة الدورية لبسيليسكوس يحرمان نسطور ويرفضان الأوطاخية. يتفق الأساقفة مع الإمبراطور بسيليسكوس ويحرمون توماس لاون وقرارات مجمع خلق دنيا صراحة، ويعلق هذا الأب اللي هو يعني المؤلف الحديث يقول: من المفاجئ العثور على الكثير من الأساقفة يوقعون على الرسالة الدورية بعد 23 سنة فقط من مجمع خلق دنيا، لأن لابد أن كثيرا جدا من الأساقفة كانوا قد وقعوا على خلق دنيا نفسه،
وقد كانوا بالتأكيد رهبان وكهنة في ذلك الوقت. بس ساعتها لما وقعوا على خلق دنيا كان تحت ايه؟ العنف والتهديد. في قضية هنحسمها النهاردة او هنعلن حسمها النهاردة، دي لابد هتكونوا مصحصحين فيها. موقف أطاخي ايه؟ طبعا قلنا مرارا وتكرارا ان كل ما نسب لأطاخي على المستوى اللاهوتي لا نقبله على الاطلاق ومرفوض. البابا تيموساوس وغيره واجهوا مشكلة بسبب كثرة الترويج، ان بيقولوا عليهم ان البابا تيموساوس بيؤمن بالفكر الأطاخي، ففي ناس تبنوا هذا الفكر وبدأ ينتشر، وسواء أطاخي قالوا او ما قالوش بقى معروف في التاريخ. ما بقوش يقولوا الفكر الأبوليناري، يقول الأطاخي، في حين ما فيش أي كتابات وما فيش أي استجوابات موجودة لأطاخي. يعني يقول مؤلف كتاب إعادة فحص، يقول إن مجمع خلق دنيا لم يحاول على الإطلاق مجرد تأكيد تلك الحقيقة تجاه الرجل، وبالتالي فإن أي عرض للتعليم التي نسبت لأطاخي على مدى التاريخ منذ زمن مجمع خلق دنيا ينبغي أن يتضمن أولا إثبات صحة نسبها له، وبدون أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار لا يكون لدينا الحق ونحن في القرن العشرين، حيث نطلب الدقة العلمية في تقييمنا حتى للمعلومات الكتابية، أن نفترض أن أطيخة كان هرطقيا، ومن ثم يجب علينا أن نرفض الافتراض الأول لسيلرز وفلان آخر لأنه يعتبر تأكيد غير مثبت أو محقق. ويقول كان أطاخي قد نفي إلى دوليكي بشمال سوريا كما ذكرنا فور تولي بوليخاريا السلطة عام 450، ولم يعرف أي شيء عن الرجل منذ ذلك الحين. وسواء كان أطاخي بالفعل يؤمن بالأفكار التي رآها فيه الذين أدنوه أم لا، فالحقيقة أنه كان هناك رجال في الشرق في ذلك الوقت يتمسكون بمثل هذه الأفكار. يعني سواء أطاخي قال كده أو لا، لكن كان الفكر ده بدأ يبقى إيه؟ موجود. سيلرز اللي هو يعني العالم المعروف في هذا المضمار أعلن صراحة، قال أنه من الواضح أن قضيته أي أطاخي يعني كانت رفضه لقبول شرعية صيغة المصالحة. خلي بالكوا يا جماعة، أنا اشترطت أن اللي يدرس الكورس ده يكون درس اللي قلناه قبل كده، لأن في حاجات قلناها بالتفصيل، اللي مش هيكون عارف اللي قلناه مش هيتفهم اللي بقوله دلوقتي. من بعد نياحة البابا كيرلس حتى وأثناء حياته وقعدوا يروجوا إن القديس كيرلس تنازل عن أفكاره وعدلها وعن بنوده الاثناشر
وإن صيغة عملوا صيغة جديدة للمصالحة عدلت مجمع أفسس نفسه، بقى مجمع أفسس اختزلوه لهذا الأمر، وكأن مجمع أفسس هو البابا كرولوس. لو حتى فرضنا جدلاً كان في صيغة، هل كان من حق البابا كرولوس يعدل عقيدة مجمع أفسس وقراراته بصياغة يوقع عليها لوحده أو يقبلها؟ لا، بل هو نفسه حرصنا أن نجيب رده، قال لم نقبل بيانا من أحد، لم نصدر بيانا جديدا للإيمان، ولم نقبل بيانا آخر صاغه آخرون. ولما تعرض للعرض الإيمان قال ده كلامه هو، يقصد يوحنا الأنطاكي مش كلامي، وكتبه كده. وجبنا ساعتها ما يثبت أو يبرهن المصالحة كانت عبارة عن إيه، لكن سؤدوريتوس مسكتش، عمال يروج ان الكرولوس اقر الطبعتين وبقى في صيغه للمصالحه. وطبعا الناس تسمع اسم القديس كرولوس وكان له صيت شائع، فالناس خلاص كرولوس قال كده يبقوا كده، زي ما دول بيقول ده بفكر اوطاخي، في ناس تاني ممكن تقول كده، وهكذا. يعني مين كان واقف لهم؟ أوطاخي، وكان واقف بالمرصاد، وسؤدوريتوس عمال ينشر الفكر. فساعة مستصدر أمر من الإمبراطور سؤدوسيوس يتحجم مكان سؤدوريتوس شوية، ما يروحش أنطاكيا كتير، يلزم أبروشيته. وساعتها استمرت الحالة على هذا الوضع لغاية سنة 447، إلى أن قام الأسقف سؤدوريتوس بتأليف كتاب مشهور لي بعنوان الشحات، كتب كتاب سمى الشحات منددا بي بهذه التعليم وهرطقتها. ايه هي التعليم؟ ادعاءات، زي ما ادعوا على البابا كيرلس. الادعاءات دي كانت على البابا كيرلس وعلى اوطاخي في نفس الوقت. فاكرين الرسالة اللي رد عليها البابا كيرلس، ان بيقولوا انك بتقول ان الصوت امتص أو الطبيعة النسوطية تلاشت في اللاهوت وكده، نفس الحاجات ده هي. المنددا بهذه التعليم وهرطقتها، مع أنه لم يقصر على ذكر اسم أوطاخي بسبب ما كان يتمتع به من النفوذ والباع الطويل، فإن الكثيرين فهموا أن هذا الأخير هو المقصود بالهرطقة. يعني فهموا ان سؤدوريتوس يقصد ايه؟ مين؟ وضلال التعليم المشار اليه في هذا الكتاب. وبعد ظهور هذا الكتاب كتب ديمنوس اسقف انطاكيا رساله الى الامبراطور يعلن فيها هرطقه اوطاخي. وبعد ذلك تقدم اوسابيوس بشكوى المجمع القسطنطينيه ضد اوطاخي. كان لما قلنا برضو شرحنا، قلنا ان جه وقت لما حسوا بمقاومه، فسؤدوريتوس بدا يكون جبهه من بعض الاساقفه، من ضمنهم فيليبيانوس وهيبه واوسابيوس اسقف دريليوم، وبداوا يروحوا للاون ويتواصلوا معاه. وطبعا مش هيقدروا ينسبوا الفكر ده للبابا ديسكورس، لان هيعمل زي البابا كيرلس هيرد. أوطاخي ما كانش لا كاتب ولا معلم ولا محاضر ولا حاجه، فعملوا المجمع علشان
يأكدوا الادعاء الخاص بالمصالحة وبالفكر بالطبيعتين. المهم كتب الكتاب ده وقال بقى ايه في ايه يعني، قال عن الهرطقة دي بيقول ايه، انه بيرفض وجود طبيعتين في المسيح بعد التجسد، ويقول ان اللاهوت غير، او ان الطبيعة دي غير قابلة للآلام، طالما ما خدش جسدنا يبقى غير قابل للايه، للألم، وإن لاهوته امتص ناسوته كما تذوب نقطة عسل أو خل في محيط ماء. عارفين لما بتقروا في كتب وطاخي قال إيه أو عمل إيه؟ وطاخي قال إن الناسوت زي نقطة خل في محيط وداب. مصدر هذا القول كتاب سؤودوريتوس، ولا توجد حسب مفهومه إلا طبيعة واحدة بعد عملية التجسد. الكلام ده جايبه الكاتب البروتستانتي، بيقول هذه بعض التعاليم التي نادى بها رئيس دائرة القسطنطينية والتي حاول أن ينشرها في كل الكنائس، ولقد استعمل كل الوسائل السياسية والدينية ونفوذه في البلاط الإمبراطوري وخارج البلاط لمحاربة النصرية وحزب معاهدة السلام. لا ده بيقول على أوطاخي ان بيحارب النصرية وحزب اللي هو الادعاء بان في معاهدة سلام وصيغة مصالحة جديدة ابطلت البنود الاتناشر وقرارات مجمع افسس. يقول استمرت هذه الحالة، ان أوطاخي عمال شغال في كده، يقول بكده إلى سنة 447، إلى أن قام الأسقف سؤودوريتوس القراشي بتأليف كتابه المشهور بعنوان الشحات، منددا بهذه التعليم وهرطقتها. ومع أنه لم يقصر على ذكر اسم أطيخة بسبب ما كان يتمتع به من نفوذ، فإن الكثيرين فهموا أن هذا الأخير هو المقصود بالهرطقة وضلال التعليم المشار إليه في هذا الكتاب. وده ارتبط بمحاكمة أوطاخي، وبعد ظهور هذا الكتاب كتب ديمنوس للإمبراطور، وتقدم أوسابيوس بشكوى المجمع القسطنطينية، أحد الكتاب بتوعنا. يقول إيه، لم نرى في محاضر مجمعي القسطنطينية المكاني أو مجمع أفسس المسكوني الثاني ما نعرفه اليوم عن الأوطاخية، والكلام المنتشر عنه أنه اعترف بذوبان الناسوت في اللاهوت. إحنا لما درسنا جبنا أعمال المجمع كله ومشينا فيها بالتفصيل، وجبناها من مصادر مش من عندنا، وجبنا ازاي الامبراطور شكل لجنة مجمعية للفحص والنظر في شكوى أوطاخ. لم نجد ما نعرفه اليوم عن الأوطاخية والكلام المنتشر عنه أنه اعترف بذوبان الناسوت في اللاهوت. ربما نادى آخرون بعده بهذا الكلام، وكون أن أوطاخي تمسك بلغة كيرلس بالرغم من أنه لم يكن متبرس في اللاهوت، إلا أن من يعتقدون بالطبعتين وهي لغة شجبها القديس كيرلس ومجمع أفسس الأول اتخذوا من أوطاخي فرصة لكي يجعلوا الصيغة الأنطاقية في طبعتين تسود على ما كان مستقرا في الكنيسة بأن المسيح واحد من طبيعتين. ورغم تصريح أناطوليوس أسقف القسطنطينية أن تجريد البابا ديوسكوروس في مجمع خلق دنيا ليس بسبب الإيمان،
نجد أن البابا ديسقورس والكنائس اللاخلقونية متهمة بالأوطاخية. فهنا بيقول أنه اتخذ وسيلة أو فرصة لإقرار الطبيعتين. وبعد ما اتعمل الكتاب بتاع سؤدوريتو الزوت، يقول المؤلف الدكتور القس حنا الخضري: وبالرغم من السلطان العظيم الذي كان يتمتع به هذا الراهب، وبالرغم من المخاطر التي كان يتعرض لها كل من تسول له نفسه رفع صوته ضده وضد تعليمه، فقد قام أوسابيوس أسقف دوريليوم بعد أن اطلع على كتاب الشحاد بتقديم شكوى رسمية ضد تعليم أوطاخي. والكتاب ده كتبه مين؟ مش كتبه أوطاخي. يعني أوطاخي قال كذا كذا كذا، تعالى يا أوطاخي أنت تتحكم عشان غيرك قال عليك. وفي تعبير حلو قوي، خلي بالك البروسانتي ده هيقول ايه برضو، اللي هو الدكتور القس حنا الخضري، يقول لقد قدم أوسابيوس في اعتراضه على تعاليم أوطيخة شرحا مطولا لهذه التعاليم المضلة وخطرها، كما انه اوضح ايضا انه من المتمسكين بقانون الوحدة وبتعاليم القديس كورولوس. احنا يقول لك احنا بقى اللي اتباع القديس كورولوس بقوا كانه هم اللي ضد الايه، احنا متمسكين بتعليم القديس كورولوس وبقانون الوحده بتاع القديس كورولوس، وده بيخالف كورولوس. شوفوا المغالطات. عشان كده بيعبر بقى الاب بيتر ده من عندنا، يقول ايه: كان أوطاخي يتحول ببساطه إلى مجرد بيدق في الاستراتيجية الخلقدونية لاستبعاد لغة كيرلس المتمثلة في عبارة طبيعة متجسدة واحدة. بيدق دي يعني زي لعب الشطرنج يعني، يعني وسيلة كده. مش هيقدروا يقولوا كيرلس ده، هنسميه أوطاخي بدل الأولانرية بقى الأوطاخية. وليبدو أن هذا يبين أنه من البداية كانت نية فيليبيان ويوسابيوس أن يدين ويخلع ويعزل أوطاخي أيا كان ما قاله في المجمع. وبيقول قطعا كان هناك دليل على أن فكره الخريستولوجي كان ضعيفا، أوطاخي ما كانش يعني إيه لاهوتي، وإن لم يكن بالضرورة معيبا بصورة قاتلة، ما كانش معيب لكن تعبيراته ضعيفة، لكنه بدا في المجمع مستعدا ان يقطع معظم الطريق نحو قبول نوع من التصميم على الاساقفه. لكن نقطه الخلاف ايه؟ انه أوطاخي لم يكن مستعدا ان يعلن حرمان من يتحدثون عن طبيعه واحده، حيث ان ما كان يقلقه انه سيضطر الى حرم القديس أثناسيوس القديس كورولوس. لما قالوا له المسيح مساوي يعني من طبيعتنا، قال خلاص احرم اللي يقوله بطبيعه واحده. الله، يعني عندهم ان المسيح كامل في ناسوته، يبقى ايه؟ قال حاشا لي ان احرم ابائي، ما احرمش ابائي. ويقول من ناحيه اخرى يريد أوطاخي ان يوضح ان اعدائه وخاصه يوسابيوس اسقف دريلي قد تآمروا مع فيليبيان، بحيث تمت إدانته وعزله حتى قبل أن يتم توجيه التهم إليه. لأن لما درسنا قبل كده أوطاخي الشكا بيقول إيه؟ بيقول لقد سماني هرطوقي أدعو للإشمئزاز بدون أن تقديم أي هرطقة محددة في تشهيره بي. يعني قالوا عليه هرطوقي من قبل إيه؟ ما يجيب في حاجة تتقلع ضده يعني. القد يبدو من الواضح أيضا أن فيليبيان ويوسابيوس قد صمم على خلع وحرماني حتى قبل أن يقف أمام المجمع، وأنه قد تم حرمانه على أساس أنه رفض أن يقطع من تكلم عن المسيح باعتباره طبيعة واحدة. دي كلها الحاجات اللي أثبتناها
لما درسنا مجمع القسطنطينية ومجمع أفسس. بس بجيب لكم لا تفتكروا ان احنا بس اللي استنتجنا كده، اخرين نفس الفكر. يعني سيلرز يقول ايه بقى؟ حينما تم قراءة الرسالتين الثانية لنصروا رسالة القديس كيرلس ليوحنا الأنطاكي التي تشمل عرض إيمان الشرقيين في مجمع فيليبيانوس، فبيقول طلب أوسابيوس من الأساقفة الحاضرين وكانوا حوالي 30 وسألهم هل تقبلوا هذه الوثائق كأرثوذكسية؟ فإن فيليبيان نفسه والباقين تبوا علقوا عليها ببيان عقائدي مؤسس بوضوح على الصيغة. يعني كله كان عايزين يقروا إن هو الصيغة دي هي الرسمية وهي اللي اختزلوا القديس كيرلس فيها. وحصل برضو كان في مجمع القسطنطينية عندما حضر أوطاخي مجمع 448 وصل القارئ إلى صيغة ما يدعونه بصيغة المصالح، أي عرض الإيمان الذي قدمه الشرقيون، وكانوا متفقين أن يتعاملوا بهدوء. وهنا رغم أن أوسابيوس أسقف دريليوم وأوطاخي قد أوصي بالثبات، إلا أن أوسابيوس فقد السيطرة على نفسه وصح قائلا لما جم عند الحتة بتاعت الايه ما يدعونه بصيغة المصالحة، قال هذا ما لم يعترف به، انه لم يوافق ابدا عليه، ولكنه كان دائما يفكر ويقول ما يضد ذلك في محادثاته مع اي واحد يدخل في مناقشته، كما يفعل بالمثل حينما يسأل واحد للتعلم. يعني بيتهم أوطاخي انه بيرفض تماما ما يدعى بصيغة الايه المصالح. كان اكتر حاجة يخاف منها أوسابيوس لما تحاكم أوطاخي ان تثبت براءة أوطاخي. فهنا بحسب الوثائق اللي موجودة ذكرها الاب بيتر دوت، يقول أراح يوسابيوس فيليبيانوس أراح يوسابيوس بوعد أنه حتى لو قبل إيمان المجمع، لو أوطاخي قبل إيمان المجمع، فسيظل مدانا من أجل تصريحاته السابقة. أنهي تصريحاته السابقة؟ اللي اتقالت عنه في الكتاب بتاع سؤدوريتوس، الكتاب قال عنه كده، يبقى هو هيفضل إيه؟ مدان. ولما استجوب فيليبيان أوطاخي وسأله إن كان قد اعترف أن المسيح عبارة عن اتحاد من طبيعتين، فأجاب أوطاخي نعم من طبيعتين، وهذا بالطبع موقف كيرلسي. ورغم ذلك فرض يوسابيوس موقفه وأصر على أن يعترف أوطاخي بطبيعتين بعد التجسد. يعني مش بيقول بقى أنه بينكر الناسوت، ما قال من طبيعتين. يعني إيه من طبيعتين؟ يعني من اللاهوت ومن الناسوت. ثم جاءت النقطة الحاسمة التي تمت إدانة أوطاخي عندها. أشار قسطنطين الشماس الذي كان يمثله إلى أن حيثيات عزله كانت مفقودة من المحضر، وقال لقد طلب السيد رئيس أساقفتنا هذا الطلب منه، قل طبيعتين بعد الاتحاد وأعلن أن من لا يقولون هذا محرومين. وكان حين رفض إعلان الحرم قائلا الويل لي لو حرمت الآباء القديسين. قال له احرم، قول طبيعتين واحرم اللي يقول طبيعة. فقال الويل لي لو حرمت الآباء الايه القديسين، فنفذوا الحكم عليه زي ما درسنا قبل كده. الحقيقة في مجمع أفسس البابا تيموساوس بيوصف، البابا تيموساوس كان حاضر مجمع أفسس الثاني 449، يقول ايه؟ يعني مجمع أفسس برا أوطاخي، فالبابا تيموساوس بيكمل بيقول ايه؟ انعقد فيما بعد
مجمع في أفسس بناء على قرار الطباويس أوديسيوس الإمبراطور الأرثوذكسي بسبب العبارة الجديدة في طبيعتين اللي هي كانوا قرروها في مجمع القسطنطينية واستخدموا أطاخي وسيلة لإقرارها، عايزين يدوها صيغة رسمية وينسبوها للبابا كيرلس إنه هو وافق عليها ويدوها شكل قانوني، فخلوها من خلال محاكمة أطاخي. فلما جه مجمع أفسس، حصل إمتى مجمع أفسس؟ بعد لما أطاخي تظلم والإمبراطور عمل لجنة وثبت في اللجنة دي إن حصل تزوير وإن أطاخي اتظلم بالفعل، فأمر بعقد مجمع مسكوني وكان يقود هذا المجمع القديس تيموساوس بيحكي بيقول كان يقود هذا المجمع أبونا الطوباوي ديوسكوروس المقر بعقيدته، وكنت معه أنا وأخي الطوباوي الكاهن أناطوليوس اللي هو كان في المنفى مع البابا ديوسكوروس وجاب رفاته معاه. قال كنت معه أنا وأخي الطوباوي الكاهن أناطوليوس. الحتة دي جديدة ما جبناهاش لما ذكرنا في كذا حاجة جديدة هنا، ما جبناهاش لما قلنا في مجمع القسطنطينية وأفسس. اتكلمنا عن كتاب سؤدوريتوس وازاي صدر أمر إمبراطوري بمنعه، لكن ما دخلناش عن التفاصيل اللي فيه والوصف اللي وصف فيه أطاخي اللي هو كتاب الشحات، وما جبناش رواية البابا تيموساوس عن المجمع. فإحنا بنستغل الفرصة دهيت وإحنا بنتطرق للنقطة دهيت بنستكمل بيها اللي فات. قال كنت معه أنا وأخي الطوباوي الكاهن أناطوليوس عندما قرئ في أفسس أمام المجمع أرقان القضية المذكورة، فإن التعليم الوقح للذين يقولون طبيعتين قوبل بالحرمان من المجمع بنفس واحدة بقدر ما هو أساس تجديف نستوريوس وجذور تعليمه الملحدة، وجدوا أنهم في خطر أن يجردوا من الكهنوت كل الذين اجتمعوا في القسطنطينية مع فليفيان والذين أصدروا مرسوما بهذه الوقاحة معه، بينما نطق بكلمات كثيرة ضدهم بواسطة المجمع، كذلك حرمان ضد الرياء أنهم سجدوا أمام المجمع وحرموا كل الذين يقولون أو يعتقدون بوجود طبيعتين في المسيح واعترفوا ببقائهم مع تعليم الآباء القديسين واعترفوا بواحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد، وهكذا قبلوا مع مجمع أفسس بعدما أعلنوا توبتهم. يعني في ناس في مجمع أفسس مش في لبيان وبس اللي كان ممكن يتحرم، كل اللي كانوا في القسطنطينية، لكن لما جم في مجمع أفسس في ناس وهم موجودين في مجمع أفسس قدموا توبة، وجدوا أنهم في خطر أن يجردوا من الكهنوت فسجدوا أمام المجمع وحرموا كل الذين يقولون أو يعتقدون بوجود إيه طبيعتين في المسيح واعترفوا ببقائهم مع تعليم الآباء القديسين واعترفوا بواحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد، وهكذا قبلوا في مجمع أفسس بعد أن أعلنوا إيه توبتهم. وفي نفس الوقت أعطى أطاخي بنفسه مرسوما إلى المجمع حلف فيه بالثالوث الأقدس أنه ينتمي إلى تعاليم الآباء القديسين، فقوبل هو أيضا. وحسب معرفتي لا أحد من بين هؤلاء الذين يفكرون جيدا
وجه أي توبيخ إلى الذين قبلوا هؤلاء في المجمع، يعني في مجمع أفسس اتحرم اللي أصروا بطبعتين، وبعدين اللي تابوا اتقبلوا، وأطاخي جه أعلن إيمان سليم أنقر فيه ما نسب إليه وأقر بإيمان الإيه؟ أرثوذكسي. فالمجمع قبل دول وقبل إيه؟ دول قدام الكل. المشكلة الحقيقة رغم إن كل ده كان واضح والبابا تيموساوس عارفه، فوجئ بتيارات كثيرة إن بينسبوا للبابا تيموساوس إنه بيوافق على كده، والدليل على ذلك إن طبعا أطاخي محالب، طب هو أطاخي اتحلل لأنه ما قالش كده، ما فيش ما يذكر إنه قال كده. ففي جم شهدوا قدام البابا تيموساوس إن قال كده، فالبابا تيموساوس قال إيه عشان يحسم موقفه تجاه أطاخي؟ قال بالنسبة لفليبيانوس فإن فليبيان كان يسرع في إعادة بناء تجديف نصريوس ابتداء من الجذور، أي من أساس التجديف عندما ابتدأ في تعليم طبيعتين في مسيح واحد، وكان يستعجل أطاخي، ده البابا تيموساوس بيقول، وكان يستعجل أطاخي بأن ينتمي إلى مذهب في طبيعتين في حضور بعض أساقفة آخرين من نفس المقاطعة، ولكن أطاخي لم يعتقد أن عمانوئيل كان في الجسد مساويا في الجوهر مع العذراء الطوبوية وأم الله التي ولدت عمانوئيل، كما يشهد بذلك بخصوصها مشيعيه الذين كانوا تلاميذه الذين سيعطون حسابا أمام القاضي الله الديان عن شهادة كهذه. فالبابا تيموساوس حكم على أطاخي بناء على مين؟ الشهادة. قال ولكن أطاخي لم يعتقد أن عمانوئيل كان في الجسد مساويا في الجوهر مع العذراء الطبوية أم الله التي ولدت عمانوئيل، كما يشهد بذلك بخصوصها مشيعيه الذين كانوا تلاميذه الذين سيعطون حسابا أمام القاضي الله الديان عن شهادة كهذه. فحتى أصبح من تلك اللحظة مش مجرد بنرفض ما هو منسوب لأطاخي، بل أصبح الوضع الرسمي للكنيسة أن أطاخي نفسه محروم على شهادتهم التي سيعطون عنها إيه؟ حسابا. ورغم كل هذا إلى يومنا هذا نتهم بالأطاخية. موقف البابا تيموساوس هذا خلى في مقاومة عنيفة جد ضده من اللي هم بيتبنوا الفكر المنسوب لأطاخي والخلقدونيين معا، فيقول كانت هناك مقاومة للقديس تيموساوس في القسطنطينية
ليس من الخلقدونيين بقدر ما كانت من الأوطاخيين الذين كانوا يأملون أن يدعمهم القديس تيموساوس. وما أبعده عن ذلك، طبعا ما أبعده يعني ما القديس يعني عمره ما هيدعمهم في الفكر طبعا، فقد واصل معارضتهم شخصيا كما كان من خلال رسائله من المنفى. ونتيجة لتصريحاته العلنية أبعد الأوطاخيون أنفسهم عنه، في حين انضم إليه كثيرون غيرهم. ومع ذلك كان للأوطاخيين بعض التأثير في البلاط، بقى الأوطاخيين والخلقدونيين. فجيسو أوكتستوس اللي هو رئيس الموظفين الرسميين اللي هو في البلاط الإمبراطوري اللي هو مقرب من بابا تيموساوس، حسوا على ترك القسطنطينية والذهاب إلى الإسكندرية حيث يكون آمنا. قال له هنا ما فيش أمان ليك دلوقتي، كله هيقوم إيه عليك. اللي هم كانوا بيتبنوا فكر المنسوب لأوطاخي، ولما لقين انك انت مش معاهم بل بالعكس بتدين الفكر ده والخلقدونيين مع بعض. عشان كده سافر القديس البابا تيموساوس الى افسس في طريقه للإسكندرية، وفي افسس سيكون لنا لقاء اخر معه هناك في أحداث مهمة للغاية مش هتتاح الفرصة نقولها النهاردة عشان يعني إيه الوقت. كان نفسي أخلص البابا تيموساوس النهاردة، لكن يعني اللي باقي كتير شوية لسه، فهندي فرصة للأسئلة.